مساء الخير لحضراتكم مشاهدينا الكرام في كل مكان، واهلا وسهلا بيكم. يوم جديد وحلقه جديده من زملكاوي، وكعادتنا دائما تحيه خاصه لجماهير نادي الزمالك. خليني افكر حضراتكم ان احنا مستمرين في تغطيتنا لانتخابات نادي الزمالك واستضافه المرشحين على الثلاث مناصب الرئيسيه، واستكمالا للمشوار اللي بداناه مع حضراتكم، وفرصه جيده ان كله يتواصل معاكم من خلال شاشتنا، شاشه قناه نادي الزمالك. النهارده ان شاء الله هيكون ضيفنا الاستاذ محمد ادري مرشح على منصب امين صندوق في نادي وفي انتخابات نادي الزمالك القادمه، طبعا اللي كلنا متابعينها وكلنا عارفين اهميتها بالنسبه لنا كجماهير وكاعضاء جمعيه عموميه، باذن الله تغير الواقع اللي احنا فيه وننتقل لمستقبل افضل. فعشان كده احنا مستمرين مع حضراتكم في التغطيه زي ما وعدناكم، وان شاء الله لحد كمان ما نغطي نتائج الانتخابات يوم 20 اكتوبر، وهيكون يوم هام جدا وباذن الله يكون بدايه حقيقيه لنادي الزمالك. خليني في البدايه اقول لحضراتكم ان طبعا كلنا عارفين ان كان في النهارده ماتش قوي جدا جدا ما بين منتخب مصر ومنتخب زامبيا، تجربه قويه جدا للمنتخب. عارفين المعسكر في الامارات عندنا ماتشين مهمين، الاول مع زامبيا والثانيه يوم 16 مع الجزائر. الحقيقه فوز جه مش سهل، فوز جه في الدقائق الاخيره من المباراه، اللحظات الاخيره كمان من المباراه، جيب هدف لحمدي فتحي من اسيست رائع نجمنا طبعا ونجم نادي الزمالك احمد سيد زيزو. الحقيقه زيزو دايما بيكون سبب وبقاله فتره الناس كلها بتعتمد عليه سواء في المنتخب او في النادي عندنا، وليه بصمه في اي مكان بيبقى موجود فيه، فاسيست حلو. وزيزو كمان غير وطور الاداء الحقيقه من ساعه ما نزل، وهدف رائع من حمدي فتحي بدماغه ارتقاء بشكل كويس، ويعني نتيجه ضغط. والجميل في المباراه ان انت لحد اخر دقيقه عندك ثقافه الفوز، وده نقطة مهمة جدا. وفكرة ان انت كمان تبقى محضر اللعيبة ان على طول مفيش خسارة، يمكن كل مباراة لحد دلوقتي مستر روي فيتوريا حقق فيها المكسب باستثناء مباراة تونس طبعا كلنا فاكرينها، وعشان كده يمكن احنا كنا متحفظين شوية عشان بدأنا نلعب في الليفل ده. على فكرة منتخب زامبيا من المنتخبات الجيدة، رغم ان ممكن يكون التاريخ لصالحنا في حاجات كتير جدا وفروقات كبيرة مثلا فنيا. احنا لو قلنا التاريخ ممكن نكون لعبنا بعض مثلا حوالي 20 مرة، في اعتقادي فوزنا 13 مرة، فاحنا عندنا النسبة الغالبة ممكن يكون فوز لمنتخب زامبيا مثلا 4 أو 5 مرات او 6 مرات على ما اذكر تحديدا، لكن في الاخر كل الارقام والشواهد بتكون لمصلحة منتخب مصر. منتخب زامبيا تطور، الكرة تطورت بشكل او باخر، عندهم لعيب فيرود الحقيقة النهاردة كان كويس، موساكالي من اللعيبة المميزة، وكان مزعج على منتخب مصر. كانت المباراة مفيدة من وجهة نظري، كان طبعا كلنا عارفين على استاد محمد هزاع بن زايد في الامارات العربية طبعا المتحدة الشقيقة، وعارفين انها فرصة جيدة للاستعدادات. احنا كلنا عارفين ان احنا عندنا ماتشين مهمين جدا في التصفيات كأس العالم، هيكونوا في مع جيبوتي وسيراليون، يعني ده ماتشات جد ما فيهاش بقى هزار، فلا تحتمل القسمة على اثنين عشان ما ندخلش نفسنا في امور ممكن بتصعب المأمورية علينا كمنتخب. الحقيقة العرض اللي موجود بقاله فترة والتنظيم اللي موجود والاستفادة من عدد اللاعبين اللي موجودين خلى في شكل وروح وهوية لمنتخب مصر. فكرة ان انت رجعت تاني للتهديف، فكرة ان انت بتحاول تحقق فوز دايما، دي عقيدة مهمة جدا لمنتخبنا. انت كمان تصنيفك تصنيف اول، مستر روي فيتوريا يمكن عمل تغييرات كتير النهاردة في التشكيل بعد المباراة ما بدأت، وصلنا لست تغييرات وهقول لحضراتكم بالتفصيل ايه اللي معانا، لكن انا بتكلم على فكره الاستفاده من المباراه والاستفاده باذن الله كمان من مباراه الجزائر، وتكون دفعه قويه لينا بشكل عام، لان المنتخب في مرحله حرجه زي ما قلت لحضراتكم ولا تحتمل القسمه على اثنين، ماتشين جيبوتي وسيراليون كاس تصفيات كاس العالم، وبعديها في يناير على طول عندنا طبعا نهائيات كاس الامم الافريقيه اللي هتقام في كوت ديفوار. وعلى ذكر التصفيات كاس الامم للقرعه يعني بتقام حاليا، بس احنا هنوفيكم كل اخبار وفي تغطيه خاصه ليها هنقولها لحضراتكم، بس لما نعرف القرعه خلاص رست عليه دلوقتي، هم لسه في مراحل الاحتفالات والتعريف ببعض تاريخ للقاره الافريقيه وبطولات الامم الافريقيه، لسه ما دخلوش واعلنوا القرعه. اول ما تعلن باذن الله هيكون مع حضراتكم تغطيه ليها وهنقلها لحضراتكم مباشره، ونعرف احنا منتخبنا واقع في انهي مجموعه ومع مين. بس احنا طبعا عارفين ان احنا منتخب مصنف تصنيف اول، فهنبقى ان شاء الله على راس مجموعه، وباذن الله تكون امور ميسره وتكون فرصه جيده ان المنتخب يعبر برضو كاس الامم الافريقيه، والجيل ده
يحقق باذن الله البطوله اللي يمكن كان قريب منها مرتين وصل نهائي، لكن لسوء توفيق او لسبب اخر ما كناش يعني موفقين بشكل عام. وتذكره برضو بالمنتخب، احنا يمكن حاطين سبوت على احمد سيد زيزو نجم نادي الزمالك ونجم منتخبنا وصاحب الاسيست اللي موجود النهارده من اوفر رائع الحقيقه، وتحرك مختلف ونشاط من ساعه ما نزل وتغيير في الاداء. خليني بس اقول لحضراتكم الاول، طبعا تكونوا عارفين التشكيل كان محمد الشناوي وخط الدفاع محمد هاني وعلي جبر وعبد المنعم واحمد فتوح، وكان من نجوم المباراه برده فتوح. خط الوسط محمد النني وطارق حامد وحمدي فتحي، وخط الهجوم محمد صلاح ومصطفى محمد وتريزيجيه، دول اللي بداوا المباراه. التغييرات من الدقيقه 46، اول تغيير طبعا احمد مصطفى زيزو مكان النني. الحقيقه حصل تنشيط بشكل او باخر من ساعه ما زيزو نزل، وابتدينا نشوف جبهات. احنا عارفين ان هم لعبوا مع بعض هو وصلاح قبل كده، فبقى في انسجام، بقى في شكل مختلف، زادت القدره الهجوميه. احنا يمكن كنا الشوط الاول مهتمين بالاستحواذ شويه، لكن زادت القدره الهجوميه مع نزول زيزو. بعد كده مروان عطيه في الدقيقه 60 هو محمد حمدي مكان طارق حامد واحمد فتوح. بعد كده في الدقيقه 78 عمر كمال عبد الواحد وعمر مرموش مكان محمد هاني وتريزيجيه. وبعد ما الهدف جه يمكن طبعا مصطفى فتحي نزل مكان محمد صلاح في الدقيقه بلس 90 اللي هي 12 دقيقه بلس 90، وزي ما قلت لحضراتكم حمدي فتحي صاحب الهدف باسيست احمد سيد زيزو. السبوت اللي معمول على زيزو ارقام خاصه شويه بزيزو طبعا مع منتخب مصر. زيزو مع منتخب مصر لعب 32 مباراه بمجموع 1667 دقيقه بمتوسط 52 دقيقه في المباراه. اول مباراه كانت تعادل 1-1 مع كينيا يوم 14 نوفمبر 2019، سجل هدفين، هدف في الفوز 5-0 على السودان في كأس العرب 2021، وهدف في الفوز 4-0 على ملاوي في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2023. صنع هدفين، هدف سجله مروان حمدي في الفوز 3-1 على الأردن في كأس العرب 2021، وهدف سجله حمدي فتحي في الفوز 1-0 على زامبيا في مباراة اليوم الودية. شارك في إحراز المركز الرابع في كأس العرب 2021، وشارك في كل المباريات الستة اللي اتلعبوا. شارك في إحراز المركز الثاني في كأس الأمم الأفريقية 2023، وشارك في كل المباريات السبعة اللي اتلعبوا. كان ليه بصمة كمان في كأس الأمم الأخيرة لو نفتكر، وكان دايما بيغير الأداء لما بينزل. زيزو الحقيقة من النجوم اللي يستحقوا الإشادة دائما. قليلين لعيبه المصريين بيبقوا دايما محافظين على ثبات المستوى لاكثر من موسم. يمكن بدا من ناس كتير ما كانتش تعرفه، ابتدى يدخل يحط رجله ويثبت اقدامه مع نادي الزمالك، ابتدى يبقى احد العماد الاساسيه لنادي الزمالك واحد العناصر الفارقه وتصنع الفارق مع نادي الزمالك. وبالتالي لما راح منتخب مصر كمان ما كدبش خبر، و فاجئنا اكتر انه كمان على المستوى الدولي ابتدى يدخل وابتدى ينسجم سريعا، وابتدى كمان يبقى ليه دور رئيسي ودور اساسي مع منتخبنا المصري. ورغم ان يمكن كمان ساعات كان بيظلم مقارنته في نفس المكان مع محمد صلاح بيلعب في نفس المكان، وده طبعا الحقيقه يعني مقارنه ظالمه، لكن المدير الفني الذكي اللي يقدر يستفيد لما يكون عنده اكتر من لاعب مميز يقدر يستفيد بيهم ويوظفهم لخدمه الفريق، وده شفناه فترات اللي فاتت ان كان ساعات بيوصلوا يلعبوا مع بعض تحت مسمى، انت عارف دي كلها شكليات، فكره طرق اللعب 4-2-3-1 4-3-3، نقول اسامي زي ما احنا عايزين 4-4-2، لكن ممكن في بعض التوقيتات تستغل كل اللعيبه السوبر اللي عندك. زيزو عرف يفرض نفسه رغم كل التحديات، رغم المقارنه اللي ممكن تكون فيها جزء يعني صعب شويه مع نجم مصر طبعا وايقونه الكره المصريه محمد صلاح، لكن وجد لنفسه مكان، خلى الراجل يفكر في حلول، خلى الناس تشوف ان لا انا محرام دي قوه مهدره ان انا يعني ما استعينش بيها. والحقيقه كمان لدرجه ان هو ساعات كان بيتم تغيير مركزه، اي نعم بيجيد في الحته اليمين دي اسيستات كتيره جدا من الناس اللي اوفراتها دقيقه قوي، فعشان كده انا يمكن حط سبوت احنا وقناه وطبعا زمايلي في الاعداد وقناه الزمالك حاطين سبوت على زيزو علشان هو يستحق المستوى الثابت والاداء الثابت والروح القتاليه العاليه والحفاظ على نفسك ما شاء الله. الله اكبر يعني، مش عايزين نحسده ان هو بنشوف دايما ليه فيديوهات ليها علاقه بالريكفري والاستشفاء، بنشوف فيديوهات ليها علاقه بان هو عايز يحافظ دايما على فورمته ومهتم بالنواحي البدنيه.
دلوقتي الحديث في كرة القدم ان انت تبقى مهتم بكل التفاصيل، وده ذكرته في اكتر من مرة، وكل العناصر تبقى مهتم بيها. لو بنتفرج على لعيبة اوروبا واللعيبة السوبر الموجودين في العالم هتلاقيهم ليهم لاين كده في التغذية، وليهم خط كده ماشيين عليه في الشغل في الجيم، في الجيمنيزيوم والحاجات اللي هي متعلقة بان انا ازاي احافظ على كل عضلة في جسمي. دلوقتي بقى كل عضلة بيبقى ليها تدريبات تخصصية وليها قياسات وليها حسابات. الموضوع دخل فيه علم بشكل كبير وتطور بشكل كبير، وزيزو من اللاعبين القلائل المصريين اللي جوه الدوري المصري عارفين يعيش كلاعب كرة محترف، ودي الحقيقة نقطة مهمة وإيجابية ليه وتنم عن عقلية. المايند سيت أو العقلية مهمة جدا للاعب كرة القدم. كان عندنا مستر كرول زمان من اول المدربين اللي يمكن طلعوني فريق اول، ومن الناس اللي ليهم بصمه برضو في كره القدم المصريه مع المنتخب الاولمبي، واشتغل شويه مع المنتخب الاول، وطبعا في نادي الزمالك كان موجود وطلع ناشئين كتير جدا في مصر. كان دايما يقول لنا عايز تبقى لعيب كوره عيش لعيب كوره. ما كناش فاهمين الكلمه، يعني لازم تعيش عيشه لعيب الكوره. ايه يا مستر كرول عيشه لعيب الكوره دي؟ لا، قال لك ان انت الموضوع مش تيجي تدريب ساعتين او مرتين في اليوم حتى تدريب، لا، لازم حياه متكامله علشان تعيش عيشه لاعب الكوره. اكل، تفاصيل شربك، نومك، الحاجات اللي نوع تدريبك وجديتك في التدريب، واخد الامور بمنتهى الجديه، حتى وقت الراحه ده جد انك تريح، ده محتاج حتى ده نوع من انواع الشغل، انك جزء من شغلك انك ترتاح، فلازم ترتاح بشكل صح. فاحنا يمكن كانت لغه جديده، كانت يعني كانت ساعتها داخله لينا، لكن ده اللي بنشوفه في العالم، اللي نشوفه في تطوير الكوره في الوقت الحالي، ان التفاصيل بقت مهمه جدا جدا. عشان كده استعرضنا مع حضراتكم ارقام زيزو، وزيزو من اللاعبين القلائل المصريين اللي داخل الدوري المصري ينطبق عليهم كل المعايير دي. اتمنى له التوفيق واتمنى له الثبات على المستوى، ويعني واضح ان هو كمان دماغه فيها طموح كبيره، مش مكتفي انه يقف في المرحله دي، ودي حاجه كويسه. وبصراحه وجود محمد صلاح ووجود نوعيه اللعيبه السوبر في منتخب مصر دي تنقل اللاعبين لثقافه ان ما يكتفيش على طول، بنسميها في الكوره جعان كوره، باصص لقدام، اللي ورا خلاص اتعمل لكن انا عايز اطور، رابط نفسي على طول بالتطوير. وده يمكن من بعض اللاعبين اللي كانوا موجودين شفناهم تطوروا، زي مصطفى محمد ابتدى برضه يسلك نفس الطريق، طارق حامد الحقيقه برضه ابتدى يسلك نفس الطريق من فتره حتى لما كان في الزمالك، الاثنين عندهم رغبه. فانا في نوعيه لعيبه كده لما بتلاقيهم شغالين على نفسهم ومركزين بشكل او باخر لازم نديهم حقهم، واكيد زيزو من اللاعبين دول. لو انتقلت مع حضراتكم لنادي الزمالك، كلنا طبعا عارفين ان نادي الزمالك بيواصل تدريباته واستعداداته على ملعب نادي الترسانه علشان ماتش الدوري العام يوم 21 اكتوبر طبعا قدام فريق سموحه. عارفين ان ملعب الزمالك مشغول بالانتخابات، فمشكورا نادي الترسانه بنتدرب فيه، وكان الحقيقه اختيار موفق انك تختار التدريب على ملعب نادي الترسانه. انت يا دوبك بتعدي الشارع، اللي عارف جغرافيا موقع نادي الترسانه يعرف ان البوابه في وش البوابه، فكان اختيار جيد ان انت تختار انك تتمرن على ملعب نادي الترسانه، كمان لان انت ساعات بتحتاج الجيمنيزيوم، ساعات بتحتاج بعض العناصر الطبيه اللي قد تكون موجوده في غرفه الملابس في فريق في نادي الزمالك، فبتبقى انت ماسك العصايه من النص زي ما بيقولوا، عارف تستفيد من موقعك، وفي نفس الوقت ما سايب ملعب المباراه علشان طبيعه الفتره اللي احنا فيها والتجهيز للانتخابات. فدي صور قدامنا من ملعب الترسانه، واللاعبين بيأدوا المران بشكل يومي صباحا، واجتماعات وكلام كتير من مستر وسوريو، محاوله ان هو يستغل فتره التوقف ويوصل للعيبه بافضل حاله من الجاهزيه علشان ماتش سموحه 21 اكتوبر اللي جاي في الدوري. عارفين برضو دي بدايه، ومهم زي ما قلت لحضراتكم ان انت ما يقعش منك نقاط تاني. بدانا بدايه مع بيراميدز والمقاولين كان في عدم توفيق، وكلنا عارفين يمكن بعض الامور التحكيميه اللي يمكن عطلتنا شويه، لكن رغم ذلك حاولنا نتخطاها في مباراه البنك الاهلي، وفعلا خدنا 3 نقاط ومعنا 5 نقاط. لكن المهم ان انت في اثناء عدم الاستقرار او لسه ما وصلناش لافضل حاله من الاستقرار، انك ما يقعش منك نقاط. عشان كده يمكن كمان فرصه كويسه انك تعزل الفرقه شويه عن جو الانتخابات، لان اكيد اللاعبين وهي داخله النادي شايفه الخيمه الانتخابيه، شايفه ان انت في الرايحه وفي الجايه مرشحين ندوات، فغصب عنك ممكن ياخد من تركيزك، حد يسلم على اللعيب، حد يتكلم معاه، فبتدخل في ممكن في تشتيت بدون داعي يعني. فكان قرار موفق ان انت تنقل
التدريبات، ودي الصور قدامنا عبد المنصف مع حراس المرمى وسوريو ومدحت عبد الهادي واحمد مجدي النواحي الخططيه والتكتيكيه، كابتن عبد الواحد سيد النواحي الاداريه طبعا. طبعا كاولاد نادي الزمالك المرحله مش سهله علينا كلنا، وانا يعني بقلب رجل زملكاوي واللي شايف في عيون الزملكاويه ان احنا كلنا في مرحله تكليف ايا كان موقعنا. على فكره يمكن انا قدر ليا ان ابقى في الموقع ده بمثل قناه نادي الزمالك في شاشه قناه نادي الزمالك من خلال برنامج زملكاوي والتغطيه للانتخابات، لكن في غيري في مواقع تانية زي طبعا الكباتن الموجودين في النادي، ونظرا لطبيعه الظرف اللي احنا فيه في النادي كلنا عندنا احساس بالتكليف. طول عمر نادي الزمالك اسم كبير، طول عمر نادي الزمالك شرف لاي حد ينتمي اليه، لكن لما تكون دايما في مراحل محكوم عليك فيها ببعض الصعوبات بتلاقي نفسك بتشتغل بروح المكلف وروح الزملكاويه بتطغى على اي حاجه بتلاقيها فوق كل الاعتبارات ونوع من انواع انكار الذات. اتمنى ان الحاله دي وحاله انتفاضه الزملكاويه تفضل مستمره معانا اطول فتره ممكنه، ونبني عليها نادي الزمالك في امثل حاجه لان احنا نحطه على طريق الاستقرار باذن الله، ونوفر زي ما كنت يمكن بتكلم امبارح على نقاط كده ليها علاقه بالتعطيلات الاجرائيه والقانونيه، بس عشان ما يبقاش كل يوم بتكلم فيها، بس انا نفسي يبقى في غيره كمان زي ما احنا مثلا ممكن بعض الناس اللي تبقى هدفها تعطيل المسيره، طب ما انا عايزه كمان يبقى عنده غيره ان يشوف مشاكلنا الحقيقيه، يشوف ان انا مثلا عندي مشاكل في الميزانيه، عندي مشاكل في القيد، عندي مشاكل في حاجات كتير، في غرامات، عندي مشاكل في بناء فرع تاني. طب انا عايز الغيره دي تفضل موجوده للوصول لحاله ايجابيه، ما يبقاش بس لفكره التعطيل، والا يكون حد بقى في دماغه اهداف اخرى غير انك تنتقل بنادي الزمالك سريعا. وده على فكره المواقف هي هتبقى خير كاشف لكل الامور اللي بتكلم مع حضراتكم فيها. وشبعنا كلام، والاهم دلوقتي وقت العمل، واي حد هيكون موجود يوم 20 اكتوبر كعضو مجلس اداره في اعتقادي حتى لو اتقال له مبروك هيتقال له خلاص وقت الكلام انتهى، احنا دلوقتي في وقت الفعل وفي وقت الانجاز، ما عندكش رفاهيه الوقت، محتاج ما تمشيش خطوات عادية زي كل المؤسسات اللي ممكن تكون عندها رفاهية تمشي بخطوات عادية، انت محتاج دلوقتي تعمل قفزات، محتاج تنط كده زي تعمل جامب كبير علشان تعدي مسافات كتير. بالمناسبة الانتخابات وبنتكلم مع حضراتكم عن الانتخابات، معانا خبر مهم طبعا. الزمالك اعلن اجراء حضور الجمعيه العموميه العاديه لنادي الزمالك للالعاب الرياضيه يوم الجمعه 20 اكتوبر زي ما كلنا عارفين اللي هي موعد الانتخابات، لكن اللجنه الاداريه يعني خليني اقرا حضراتكم بالظبط. تتشرف اللجنه الاداريه لاداره شؤون نادي الزمالك للالعاب الرياضيه بدعوه الساده الاعضاء العاملين الذين لهم حق الحضور الجمعيه العموميه العاديه والمسددين للاشتراك السنوي عن العام المالي 2022-2023 والذين مضت على عضويتهم العام العاملة سنة على الأقل لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية لمناقشة جدول الأعمال وانتخاب مجلس إدارة جديد والمنصوص عليه بأحكام المادة 17 من قانون رقم 71 لسنة 2017 وذلك يوم الجمعة الموافق 20/10/2023. بعض الأمور التنظيمية، على أن تبدأ عملية التوقيع بكشوف التسجيل والتصويت من الساعة 9 صباحا حتى 7 مساء موعد الاجتماع. يكون دخول أعضاء الجمعية العمومية إلى لجان التسجيل والتصويت بإثبات الشخصية هتكون متمثلة في بطاقة الرقم القومي أو رخصة القيادة أو رخصة سلاح أو جواز سفر، بالإضافة إلى بطاقة العضوية اللي هو كارنيه النادي. يتعين حضور العضو للجمعية العمومية حيث لا يجوز التوكيل أو الإنابة في الحضور أو التصويت، لازم بنفسه. يتعين على كل عضو أن يثبت في ورقة الانتخاب العدد المطلوب انتخابه في كل فئة من فئات المرشحين لمجلس الإدارة، وهو العدد تحديدا مثلا منصب الرئيس واحد بس، منصب النائب واحد بس، منصب أمين الصندوق مثلا واحد بس، الأعضاء ستة يعني تحت السن نفس الكلام، الاعداد ثلاثة، في اعداد كده يمكن هتبقى واضحة اكتر لحضراتكم، فمهم جدا عشان ما يبقاش الصوت باطل باختصار يعني. وكل ورقة انتخاب غير مستوفاة او بها قشط او شد او تغيير في البيانات او الاسماء او تحمل اي علامة او اشارة تدل على شخصية العضو تعد ورقة انتخاب باطلة. ولصحة انعقاد الجمعية العمومية يستلزم حضور
10,000 عضو على الأقل من الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية العادية، يعني النصاب القانوني للجمعية العمومية 10,000. وفي تمام الساعة 7 مساء موعد انتهاء التسجيل بالجمعية العمومية العادية يعلن رئيس اللجنة المشرفة على الجمعية العمومية المشرفة على الجمعية العمومية عن اكتمال النصاب من عدمه. في حال اكتمال النصاب يتم البدء في فرز الأصوات والنظر في جدول الأعمال، وفي حالة عدم اكتمال النصاب لا يتم البدء في فرز الأصوات اللي هو لا يقل عن 10,000 صوت انتخابي أو عضو يعني جه يشارك في الانتخابات. في حالة اكتمال النصاب القانوني تبدأ مناقشة جدول الأعمال عقب الانتهاء من حصر عدد الحضور، وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني لصحة الانعقاد لمناقشة باقي بنود جدول الأعمال تكلف اللجنة المؤقتة التي تتولى شؤون النادي باختصاصات الجمعية العمومية فيما عدا بند الميزانية والحساب الختامي، فيرسل للجهة الإدارية المختصة لإرسالها للجهاز المركزي للمحاسبات. يتعين على العضو الاحتفاظ ببطاقة التسجيل لحضور مناقشة جدول الأعمال حال اكتمال النصاب القانوني. والحقيقة دي نقطة مهمة، يمكن ده أهم اللي جت في الشكل أو إجراء حضور جمعية عمومية العادية. المدير التنفيذي دكتور عماد البناني، الحقيقة فكرة أن أنت الميزانية والأمور اللي علاقة بتسجيل حضور لمناقشة جدول الأعمال دي مهمة جدا جدا فيما يخص الميزانية، لأن عشان تنتقل ويحصل تسلم أو تسليم وتسلم للنادي مهم أن يكون في يعني توقيع على الميزانية عشان يتم مناقشتها بشكل أو بآخر. وأنا شايف أن دي نقطة على فكرة مهمة ما ينفعش تعدي كده مرور الكرام، ولازم كل أعضاء الجمعية العمومية يكونوا مركزين جدا في موضوع الميزانية ده، علشان قد يتبني عليه طبعا الناس اللي هتيجي تستلم النادي هيستلموه في أي وضع، وكمان ممكن تبني عليه تشوف لو في أي حاجة ملاحظات قصور تشتغل بشكل أو بآخر. فمهم يكون عندك المعلومات دقيقة وتكون واصلة بشكل دقيق عشان حتى لو الجهات الرقابية محتاجة أي تفصيلة تعرف تتعامل معها. كمان نكمل أخبارنا مع حضراتكم. زي ما قلت لحضراتكم أسوريو لما بيجتمع مع اللعيبة كل يوم كلام تقريبا بيبقى عنده اجتماع دايما قبل التدريب بيتكلم حوالين فكرة الاستغلال الوقت اللي احنا فيه التوقف بشكل عام. هو مركز الحقيقة الفترة دي على النواحي البدنية، يمكن كل يوم بيعمل فترة كده محددة بدنية. النهاردة كان حوالي 25 دقيقة بس قبل ما ندخل في تفاصيل التدريب. هو النهاردة اجتمع باللعيبة وأكد عليهم ضرورة مواصلة العمل بكل قوة والتركيز في ظل وجود ارتباطات محلية وأفريقية للفريق في الفترة المقبلة، كلنا عارفينها ندخل على أفريقيا كونفدرالية وعارفين عارفين المجموعة بتاعتنا، وكمان الدوري ما نفقدش نقاط. دخل التدريب عادي 25 دقيقة كانت بالتنسيق مع الكابتن طبعا علاء رجب مخط الاحمال، كانت لمده 25 دقيقه تقريبا. فيها بقى امور بدنيه نقدر نقول عليها اللي هي الشاقه شويه اللي هي علاقه بالحاجات المتنوعه بقى، سواء كونزات سواء سبرنتات سواء حواجز، اللي هي الحاجات اللي هي لها علاقه بالنواحي البدنيه. وكان مستر اسورو بيتابع الفقره دي بنفسه من بعيد هو وجهازه المعاون، ساعات بيبقى مديها لمدرب الاحمال لكن هو لازم يتابع بشكل او باخر. بيبقى دايما المدير الفني ليه نظره ومساعدين ليهم نظره، بحس كروي بقى حتى لو لعيب بيجري من غير كوره بس هو ليه نظره مثلا مين فايق مين محتاج يرتاح مين محتاج يزود، بيبقى دايما ليه النظره. وكل طبعا عشان زي ما قلت لحضراتكم الفتره اللي جايه ماتش سموحه اول المباريات واول الارتباطات لنادي الزمالك يوم 21 اكتوبر تاني يوم الانتخابات على طول. كنا قلقانين على محمد عواد لان كان بقى له يومين ما بيشاركش في التدريبات الجماعيه، كنا عارفين عنده رشح في ركبته، لكن الحمد لله النهارده بدا التدريب مع الفريق وابتدى يدخل التقسيمه واشتغل الشغل العادي بتاع حراس المرمى، وكان عبد المنصف بيشتغل معاه تدريبات خاصه لكن النهارده دخل الحمد لله وتعافى من الاصابه اللي كانت عنده. وكويس ان هو كان عندنا الوقت ان احنا نطمن على لعبتنا واحد واحد، ودخل الفتره اللي هي الخططيه والتقسيمه بشكل عام. وأسوريو برضو جوه التدريب اكيد كان بيوقف اللعيب اكتر من مره، فكره ان اي مدير فني بيحاول يعالج الاخطاء ويصلح بعض الامور التكتيكيه. كمان اوباما كان قلقنا لان كان شويه ينزل شويه لعب هو مصاب شويه هيعمل اشعه، وبالفعل عمل اشعه ودي هتبقى النقطه الفاصله عشان يطمنوا عليه بشكل او باخر. لكن لسه اوباما بيشتغل تدريبات تاهيليه ما نزلش الملعب، ما فيش مشكله عندنا لسه الوقت، مهم ان يجي يعني يرجع اوباما سليم 100% واكتمل شفائه عشان ما تخسروش لعيب مهم لعيب مؤثر احد كباتن الزمالك. ولو خد فتره طويله اوباما من اللعب انا في اعتقادي وعندي يقين انه هيبقى
هيشيل الفرقه بشكل او باخر، وبدا الكلام ده من اول الموسم، وكل الماتشات اللي شارك فيها اوباما كان ليه بصمه مهمه. اخيرا المباراه اللي قدام حضراتكم، مباراه ارتا سولار، والتحول والتوفيق والمساعده والاسيست في والتهديف كمان في مباراه ارتا سولار، وكانت مباراه حتى احنا كزملكاويه بنعتبرها ليها معاني اخرى غير ان انت بس عديت دور 32 من الكونفدراليه لاسباب كلنا قلناها 100 مره. اوباما في ماتش المقاولين كان ليه بصمه، هدف جميل، وعلى فكره في ماتش بيراميدز كمان كان اداؤه حلو جدا جدا جدا، ويمكن بعد الطرد ناس كتير ما خدتش بالها ان هو حول نفسه من مركز تحت الفيرود لدفندر تاني علشان يساعد في النواحي الدفاعيه. اوباما من اللاعبين اللي لما بيكون جاهز بيشارك في النواحي الهجوميه والنواحي الدفاعيه، لان هو بيقدر يديك مجهود 90 دقيقه. وانا باكد دايما على اوباما عشان انا بخاف نقف فخ ان احنا نظلم لعيبتنا، في لعيبه ممكن حاله الفريق ما تساعدهاش، اوباما من اللعيبه اللي ممكن يكون اعلاميا ما بياخدش حقه. فانا بحكم ان انا لعبت كوره في المكان ده وعارف ممكن اللاعبين يتعرضوا لايه، وعارف ان ممكن في حاجات ما تبانش، تفاصيل صغيره ما تبانش للمشاهد العادي او التلفزيون ممكن ما يجيبهاش، لان الملعب كله والتحركات بتبقى مختلفه لما تشوفها انت على الطبيعه. فعشان كده دايما بحاول اكون في ظهر اللعيبه اللي مش واخده حقها اعلاميا، او تكون الحقها قبل ما تتعرض لظلم عشان ما اخسرش لعيب سوبر او لعيب مهم عندي يملك من الشخصيه، خلاص نجم وكابتن من كابتن الفرقه، يملك من الخبرات ومن التراكم الخبرات اللي يخليه جاهز يمثل نادي الزمالك ويقود كمان زمايله. عشان كده اوباما هم الدكتور محمد اسامه فضل ان هو يشتغل تدريب تاهيلي ويفضل في نفس السكه دي علشان يجهزوه بالشكل الامثل عشان ما نخسروش، بدل يعني مثلا لو انا اصبر عليه يومين ثلاثه احسن ما يقع في اصابه واقعد عيد من الاول ثاني وادخل في اسبوعين ثلاثه. كمان فريق طبعا سله الزمالك تهزم الشرقيه للدخان وديا. النهارده الفريق الاول لكره السله بنادي الزمالك فاز على نظيره فريق الشرقيه للدخان بنتيجه 80-43 في المباراه الوديه اللي اقيمت بينهما اليوم في صاله محمد حسن حلمي بالقلعه البيضاء. ده استعدادا لماتش الاهلي، كلنا عارفين السوبر المصري يوم 20 اكتوبر، ده هيكون يوم الانتخابات وهيتلعب في دوله البحرين الشقيقه. وجت النتائج النهارده في الاربع فترات اللي اتلعبوا، 18-7 للزمالك الفتره الاولى، 40-16 الفتره الثانيه، 61-32 في الفتره الثالثه، وانتهت المباراه بنتيجه 80-43. وعارفين ان بكره في ماتش مع سبورتنج برضو مباراه وديه ضمن الاستعداد لبطوله السوبر، بنحاول ناكد. وكنا عارفين ان اوجي مايو كمان انضم لفريق كره السله، وفي شويه وحركه نشاط كده موجوده باذن الله يكونوا موفقين للاستعداد يوم 20 اكتوبر. عارفين ان كان طبعا اللي بيدرب فريق الزمالك كره السله الكابتن احمد مرعي المدير الفني، والكابتن ياسر عبد الوهاب وسمير جوده اثنين مدربين طبعا نجوم كبار، وكابتن مصطفى صدقي ووائل العادي اداري، مصطفى صدقي ووائل العادي اثنين اداريين. كمان حضر المباراه الوديه استاذ احمد عادل عبد الفتاح رئيس قطاع الكوره بنادي الزمالك، واضح ان في اهتمام كبير طبعا، وكلنا امل باذن الله ماتش السوبر نحقق النتيجه اللي احنا عايزينها. خبر صار برضو لينا احنا كزملكاويه، مصطفى كنت لسه بكلم حضراتكم على زيزو وقدراته انك عايز تطور من نفسك، مصطفى محمد حط نفسه في حته كويسه ويبدو ان باذن الله عايز يمشي في نفس الطريق. النهارده مصطفى محمد يتوج بجائزه افضل هدف في الدوري الفرنسي عن شهر سبتمبر. طبعا مصطفى محمد نجم فريق نانت الفرنسي، عامل الحقيقه موسم السنه دي استثنائي، احد هدافين الدوري الى الان، ومعاه منافسه مش سهله. اعلنت رابطه الدوري الفرنسي فوز مصطفى محمد بالجائزه اليوم بهدفه الرائع امام لوريان من ركله حره مباشره، وكان اربع اهداف بيتنافسوا مع نجم مصر مصطفى محمد ونجم الزمالك السابق واحد ابناء نادي الزمالك، اربعه اخرين باربع اهداف بيتنافسوا، هو هدف اشرف حكيمي وعمر ديكاتيه والشيخ سبالي والإيفواري جريمي بوجا، فأربع أهداف، لكن تم اختيار هدف مصطفى محمد هو الهدف أفضل هدف عن شهر سبتمبر اللي فات. كمان طبعا زي ما قلت لحضراتكم مستمرين في تغطيتنا في الانتخابات، لكن كمان بيجرى الآن قرعة كأس الأمم الأفريقية كلنا عارفين، و تمت بالفعل وتمت القرعه، وخليني اقول لحضراتكم شكل القرعه ايه ومنتخبنا وقع في انهي مجموعه. المجموعه الاولى هتضم طبعا التصنيف الاول هيكون فيها كوت ديفوار وهي صاحبه الارض، معاها نيجيريا
ومعاها غينيا الاستوائيه وغينيا بيساو. المجموعه الثانيه هتكون على راسها مصر كتصنيف اول، معانا غانا الراس الاخضر موزمبيق. ناكد على مصر تاني، مصر المجموعه الثانيه، غانا راس الاخضر موزمبيق. المجموعه الثالثه السنغال تصنيف اول فيها، معاها الكاميرون وغينيا وجامبيا. المجموعه الرابعه الجزائر تصنيف اول، بوركينا فاسو معاها وموريتانيا وانجولا. المجموعه الخامسه تونس على راس المجموعه، معاها مالي جنوب افريقيا وناميبيا. المجموعه السادسه والاخيره المغرب على راس المجموعه، معاها الكونغو الديمقراطيه وزامبيا اللي كنا بنلعبها النهارده وتنزانيا. كل التوفيق يا رب لمنتخبنا المصري. مجموعه كره القدم طبعا اتغيرت في افريقيا كلنا عارفين، وبقى في منتخبات حتى ممكن تكون مش هي اصحاب الاسامي الكبيره اللي كنا متعودين عليها، لكن بقينا بنشوف نديه وعندها عدد من اللعيبه المحترفين. فاحنا بنلعب منتخب غانا، منتخب طبعا دايما مصنف ودايما بيبقى فيه ماتشات مش سهله مع منتخب غانا، ده تصنيف تاني في مجموعتنا. فمصر مع غانا مع الراس الاخضر كمان شفناها ابتدى يبقى ليها حضور في البطولات الافريقيه، وموزمبيق برضو لما بتكون في حاله جيده بتبقى مفيش ماتش سهل بمعنى او باخر. دلوقتي طبعا بقى في ست مجاميع ب 24 فريق، كاس امم بشكل قوي كلنا عارفين انه هيقام في كوت ديفوار. اتمنى باذن الله احسن استعداد في الفتره الحاليه. طبعا عندنا ماتشين قبل كاس الامم كلنا عارفين زي ما قلت لحضراتكم، ماتشين اللي هم تصفيات كاس العالم قدام جيبوتي وسيراليون في البدايه، بعد كده يناير هتكون كأس الأمم الأفريقية في كوت ديفوار 2023 هتكون في يناير. يمكن دي كل الأخبار اللي معايا دلوقتي، لكن أنا لو حبيت أكد تاني على أو رجعنا تاني لتخطيطنا، إحنا زي ما قلت لحضراتكم بفكركم إن هيكون ضيفنا النهاردة الأستاذ محمد أدري المرشح على منصب أمين الصندوق هيكون معانا بعد الفاصل. بس بأكد إن إحنا على مسافة واحدة دايما من الجميع، ويهمنا الانتقال سريعا لمستقبل افضل نادي الزمالك، واي حد يوفر اي عطله اجرائيه واي عطله قانونيه للجانب الايجابي والجانب الاهم، ان نشوف ايه اللي وقعنا في المشاكل اللي احنا فيها، ايه اللي خلانا في الواقع ده. كفانا عطله قانونيه الاشخاص مش هيفيدني في حاجه، انا دلوقتي قدام من كتر العطلات اللي اتعملت لاشخاص خلاني انا كنادي بقيت انا اللي متعطل كنادي، خلى واقع ناديه متاخر. خلينا برضو عشان ما اطولش على حضراتكم ونستفاد بوقتنا ومرشحنا ياخد وقته طبعا زي كل مرشحين، وباكد ان احنا دايما سبق الحقيقه الاول من قناه الزمالك انها يعني تعرض كل البرامج الانتخابيه اللي موجوده على الثلاث منصب الرئيسيه، بالاضافه للفيديوهات اللي بنشوفها للمرشحين على عضويه مجلس اداره سواء فوق السن او تحت السن، حاله بنحاول ان احنا نوصل بيها للمشاهدين، بنحاول ننتقد لصوره ذهنيه مختلفه مع اعضائنا ومع جماهير نادي الزمالك عشان نوصل بامر الله لافضل صوره وافضل وجه لنادي الزمالك. خلينا نطلع لفاصل، وبعد الفاصل ان شاء الله نستقبل الاستاذ محمد ادري المرشح على منصب امان صندوق نادي الزمالك. استنونا. هو واحد من أساطير الكرة الطائرة في نادي الزمالك ومنتخب مصر على مر العصور، الراحل عزمي مجاهد. عزمي مجاهد ابن البلد الذي تميز بالكرم والشهامة وخفة الظل وحب جميع من حوله، صاحب المواقف الوطنية الخالدة التي دافع خلالها عن مصر وجيشها خلال ظهور الإعلامي وتقديمه برامج سياسية على مدار سنوات عديدة. ونال مجاهد لقب أفضل لاعب في الكرة الطائرة على مستوى إفريقيا في عام 1974، كما توج بجائزة أفضل لاعب في مصر في عدة مناسبات خلال سبعينات وثمانينات القرن الماضي، وساهم في تتويج الزمالك ب 23 لقبا متنوعا، كما شارك مع منتخب مصر للكرة الطائرة في دورتين أولمبيتين، بالإضافة إلى تمثيل الفراعنة في كأس العالم نسخة عام 1975 واختياره ضمن أفضل 10 رياضيين في مصر عن عام 1978.
كما كان عزمي مجاهد عضواً لمجلس إدارة نادي الزمالك، كذلك شغل منصب مدير المركز الإعلامي بالاتحاد المصري لكرة القدم ومنصب مدير إدارة المتابعة بالاتحاد حتى وفاته. كما قدم عزمي مجاهد نجله أمير لإكمال مسيرته داخل القلعة البيضاء، ولكن من خلال لعبة كرة القدم، ليحمل أمير عزمي مجاهد راية الدفاع عن ألوان قميص الزمالك خلفاً لوالده خلال عدة مواسم. ورحل عزمي مجاهد عن عالمنا في 12 من سبتمبر من عام 2020، تاركاً وراءه تاريخاً من ذهب ومواقف بطولية ووطنية لا تعد ولا تحصى. رحم الله أسطورة الكرة الطائرة في نادي الزمالك ومنتخب مصر، وأحد أبرز من شغلوا مناصب إدارية في الرياضة المصرية، ابن البلد عزمي مجاهد، لن ننساك أبداً. بنرجع لحضراتكم تاني. خليني بس قبل ما ابدا الحوار واستضيف طبعا استاذ محمد قدري، خليني افكر حضراتكم بان احنا مستنيين اسئلتكم على السوشيال ميديا الخاصه بقناه نادي الزمالك، اللي هو وجه سؤالك للاستاذ محمد قدري المرشح على منصب امين صندوق نادي الزمالك. فمستنيين اسئلتكم وفرصه للتواصل مع حضراتكم بطريقه مباشره والرد على كل الاجوبه ان شاء الله. طيب خليني ارحب مع حضراتكم بالاستاذ محمد قدري اللي مشرفنا في قناه نادي الزمالك المرشح على منصب امين صندوق. استاذ محمد مساء الخير عليك. الله يكرمك كابتن، انا متشرف ان انا قاعد مع حضرتك يعني، وانت قدمت كتير للنادي، ان شاء الله نقدم احنا في تخصصنا ولو جزء بسيط ان شاء الله. امين يا رب، كلنا دور ان شاء الله يا رب كلنا الفتره الجايه في نهضه نادينا. خلينا قبل ما ادخل في التفاصيل والبرنامج واسئله كتير، خلينا ارجع اشوف تقرير عن الاستاذ محمد قدري وارجع لحضراتكم تاني. طيب نرجع لحضراتكم تاني لحد ما نرجع للتقرير تاني عن الأستاذ محمد قدري. خلينا ندخل واحدة واحدة كده. أستاذ محمد قدري عرفنا بنفسه أكتر وأكتر، وعايز أعرف كمان عضويتك رقم كام في نادي الزمالك، وبدأت إزاي ارتباطك بنادي الزمالك؟ طبعا أنا ارتباطي بنادي الزمالك من التنشئة يعني، أنا الوالد نشأنا على نادي الزمالك، والوالد طبعا كان يعني من جيل الكابتن حسن الشاذلي ولعب في نادي ترسانه، وكان دايما طبعا هو كروي ولعب في نادي سوهاج، والولد يعني كان مشهور عنه لحد حوالي 60 سنه او 65 سنه كان بيمارس كره قدم كويس جدا يعني. فهو نشأنا على حب الزمالك والعيله كلها زملكاويه، ولكن احنا طبعا نظرا ان احنا من سوهاج من الاقاليم ما كانش لنا ارتباط قوي بالنادي، لكن لما ربنا اكرمني وجيت القاهره واستقريت لظروف العمل في الجامعه قررت ان انا اشترك في نادي الزمالك مباشره يعني. ده من سنه كام؟ من سنه 2019. ده يعني عضوتك جديده؟ حديث انا عن لا انا يعني شهر 12 2019، يعني اقل من اربع سنين تقريبا. اقل من اربع سنين. عضويتي رقم 90364. 90000 90364. بس ده يخليني اسال حضرتك ان في المده القليله دي عرفت تكون ازاي فكره او تكون ازاي عقيده او ارتبطت ازاي باعضاء الجمعيه العموميه انك تاخد قرار ترشح؟ والله انا اول ما دخلت نادي الزمالك يعني انا عكفت ان انا دخلت، انا كان لي سابق خبره في مجال اعاده الهيكله ومجال التمويل والاستثمار، يعني انا قسم اداره اعمال وتخصصي تمويل واستثمار، فلقيت الوضع اداريا وماليا مش هو المرضي، فقلت طب ليه انا ما اشاركش بحاجه في نهضه نادي الزمالك من حبي لي. فانا قلت هعتكف ان انا اعمل دراسه متكامله وخطه لنهضه النادي واقدمها لاي مجلس اداره بغض النظر ان انا هترشح، وما كانش في دماغي حسباني خالص ان انا ممكن اترشح. في الانتخابات السابقه كان مر عليا سنه وشهر على الترشح على العضويه، فقلت اقدمها للقوائم اللي موجوده، كانت بترشح القائمتين المترشحين، ده الاثنين ما كانوش مؤمنين قوي بموضوع البرامج، كانوا معتمدين على الكتل التصويتيه وكذا، فخلاص قلت هنزل ايه انا اخوض بها التجربه واقدمها للي هينجح بس تظهر للنور يعني. بالفعل ما وفقتش المره اللي فاتت، وبعد التنصيب مباشره في حفله التنصيب عرضتها على المجلس السابق وقلت لهم ادي دراسه الجدوى متكامله بخطه تنفيذها باليات تمويلها، وانا موجود معاكم اللي احتجتوني في اي وقت للمساعده انا موجود. طبعا قالوا لي ان انت موجود معانا وشكرا لافكارك، وما حدش تواصل بعد كده. انا اشتغلت
كملت ان انا اطور في الدراسه، اشتغلت عليها مره ثانيه، مش مجرد ان انا اكتفيت اللي كنت انا عامله، وخدت فيها اجراءات فعليه، مش مجرد افكار او مجرد كلام، لا، خدت فيها اجراءات فعليه انها تبقى قابله للتطبيق، مش قابله للتطبيق، ده بالفعل بدات في التطبيق. وهقول اليات التطبيق اللي فعلا خدتها، والناس اللي جبتهم هنا في النادي، والدكتور عماد البناني طبعا رفض مقابلتهم وقال لك انه دعايه انتخابيه، وانا يعني قلت له يا دكتور عماد انا مش عاوزك الدعايه، اعتبر محمد قادر مش جاي، مش هدخل معاهم خالص، وقابلهم انت، استقبل الناس، لان كانت جايه ناس محترمه. قال لا، اي حد دعايه انتخابيه ما ينفعش يدخل النادي. هي ممكن تكون تفسر ان هو جاي من طرف مرشح، فليها حزب طبعا يعني حساسه في الوضع في الوقت الحالي، لان احنا كمان المعلومات اللي عندي من جوه النادي واحنا هنا ان بنحاول يبقى التغطيه محايده بكل الطرق، واداره الانتخابات محايده بكل الطرق. بس خلينا قبل ما ادخل في التفصيل اكتر واكتر، عايزين نعرف كمان عنك اخبار تانية، التخصص بالظبط ايه، بس خلينا ارجع للتقرير تاني عن الاستاذ محمد قادري وارجع لحضراتكم تاني. ترشح الأستاذ محمد أدري على منصب أمين الصندوق في انتخابات الزمالك المقرر إجراؤها في 20 أكتوبر الجاري. محمد أدري حاصل على بكالوريوس التجارة من جامعة الأزهر قسم إدارة الأعمال، وشغل منصب باحث ترتيب وموازنة بقطاع الجهاز الإداري للدولة بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عام 2012، وحاصل على ماجستير إدارة الأعمال التمويل والاستثمار من جامعة الأزهر، وباحث للحصول على الدكتوراه في التمويل والاستثمار. وكذلك يعد محمد أدري عضوا رئيسيا في فريق إعداد دراسات الجدوى للمشروعات الاستثمارية، ومدير عدد من المحافظ الاستثمارية في أسواق رأس المال الإقليمية والدولية، وحاصل أيضا على دورة مهارات التفاوض وفن إدارة الأزمات من مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي، وكذلك دورة تحليل البيانات الإحصائية من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عام 2016، كما أنه يشغل عضوية فريق جامعة الأزهر في معسكر أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية، وكذلك أمين صندوق مشروع نادي أعضاء هيئة التدريس جامعة الأزهر بمدينة مرسى مطروح. كذلك فهو طالب في معهد خبراء المال للحصول على الشهادة الدولية في إدارة الثروات والاستثمار، بالإضافة لكونه مالك ورئيس مجلس أمناء مؤسسة غذاء آمن للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. وشارك محمد أدري مع شركة تسويق رياضي في ترجمة الدراسة الفنية إلى دراسة مالية لخطة تطوير منظومة قطاع الناشئين بالسعودية، واختير من قبل المنظمة العربية للتنمية الزراعية التابعة لجامعة الدول العربية في تنفيذ الدورة التدريبية كمحاضر. محمد أدري يحل ضيفا على زملكاوي للكشف عن برنامجه الانتخابي وتوجيه رسائل هامة إلى أعضاء الجمعية العمومية بالقلعة البيضاء وجماهير النادي بشكل عام. نرجع لحضراتكم تاني مع الأستاذ محمد أدري المرشح على أمانة صندوق نادي الزمالك. استاذ محمد، في من ضمن التقرير انا لفت نظري طبعا ان انت يعني في كذا منصب، وفيها منهم امين صندوق وفي منها اكتر من حاجه. انا مبسوط الحقيقه ان في كوادر جوه نادي الزمالك، لكن ده يخليني اسالك ان مثلا عضويه 90,000 دي ما اقدرش حاجه اعديها، ان انت مش بيبقى اكيد محتاج ثقه لانتخابي، علاقات جوه الجمعيه العموميه، هل اتكلمت مع حد قال لك لا ده وقت مثلا ترشح، او انت لسه ممكن جديد محتاج يبقى حواليك عدد اسواق كتير؟ عايز اعرف القرار خدته ازاي. أنا القرار أخذته إن أنا بعد الانتخابات المرة اللي فاتت، وأنا حققت رقم في فترة قليلة، حققت رقم محترم جدا، فقلت إن أنا مش هقطع التواصل مع أعضاء الجمعية العمومية، وهبتدي أتناقش معاهم في الأفكار اللي هم محتاجينها والخدمات. فظل التواصل على مدار سنة، كونت قاعدة بيانات محترمة ما يقرب من 6200 عضوية، دول حقيقيين موجودين على الموبايل، وبتواصل معاهم بصفة شخصية، وببعت لهم رسالة على واتساب، وببعت لهم برنامج الانتخابي، وفي تجاوب معاهم، وبتواصل معاهم تليفونيا لمناقشة البرنامج، مناقشة تعديله. فأنا لم أنقطع عن الجمعية العمومية، موجود داخل النادي، بقعد في كذا ترابيزه من الترابيزات اللي فيها تكتلات، والحمد لله رب العالمين الواحد لاقي قبول شديد جدا داخل اعضاء الجمعيه العموميه. قبل كده عرض عليك اي منصب جوه نادي الزمالك، او خدمت في اي منصب جوه نادي الزمالك؟ لا، لم يعرض علي شيء. طب المره اللي فاتت كنت نازل على منصب ايه؟ امانه الصندوق. برضو امانه الصندوق. نعم. طب ده معناه ان انت يعني المنصب ده بالنسبه لك ممكن يكون من وجهه نظرك ليه مهام معينه؟ طبعا طبعا، ده تخصصي الدقيق، انا تخصصي التمويل والاستثمار.
وتحليل القوائم المالية وإعداد دراسات الجدوى. أنا كأمين صندوق مش مطالب إن أنا أوقع على الشيكات، لا، ده أنا مطالب إن أنا البدائل التمويلية إن أنا أجيبها بأقل تكلفة، ويعني وابتدي أعاصر إيه هي البدائل التمويلية الحديثة، مش أعتمد على البدائل التمويلية التقليدية يعني. وفي نفس الوقت الأوعية الاستثمارية اللي أنا هضخ فيها التمويل دي لازم تكون واضحة، إيه العائد منها وإيه الجدوى بتاعتها، ولازم أعمل عملية ضبط لعملية الإيرادات تروح على الاستثمارات. فكل دي عناصر ما لقيتهاش في الإدارة المالية على مدار المجالس اللي أنا عاصرتها يعني. طيب هيخدني سؤال برضو لازم يجي في دماغ أي حد، المرة فاتت نزلت مستقل، نعم، المرة دي مثلا اتشاف في قايمة ممكن نكون في ناس مستقلة، ليه ما فكرتش تنزل في قايمة، أو ليه أنت مفضل تنزل مستقلة؟ والله أنا نازل مستقل وفي تفاوض دلوقتي مع قايمة وتحالف الاثنين يعني، بس أنا بحاول إن أنا أعرض برنامجي الأول أوصل للأعضاء يعني بفكري، ثم اللي هتوافق مع فكري هتحالف معي يعني. في كتير جدا يعني متحالفين مستقلين يعني، ففي حاليا دلوقتي تفاوض على قايمة وعلى تحالف يعني. طيب أهم واجبات منصب أمين الصندوق في الوقت الحالي وأهم أولوياته من وجهة نظر الأستاذ محمد؟ طبعا أهم أولوياته لازم يعيد هيكلة الأنشطة الإدارية والمالية داخل نادي الزمالك. الأنشطة الإدارية بهذا الوضع دي يعني هي المدخل للفساد المالي اللي معروض في القوائم المالية بتاعت 2023، ده فساد مالي فج يعني، عدى مرحلة الفساد. فهو عشان خاطر تعرف تدير صح لازم. طب يعني كلمة فساد مالي دي مش المفروض تكون كلمة ليها علاقة بجهة رقابية أو يعني؟ والله أنا إزاي أقدر أفسر، أو لو في كلمة تصل لكلمة الفساد المالي إزاي أقدر كنادي ياخد حقه؟ حضرتك عندك تقرير مراقب الحسابات في الرأي العكس بتاعه، أسوأ رأي ممكن يقدمه مراقب الحسابات، مقدم 30 ملحوظة. ال30 ملحوظة اللي مقدمهم دولت كل بند فيهم يعني مش يودي السجن، يودي مؤبد. 30 ملحوظة دول يعني بقول لك لو ملحوظة واحدة فيهم بس تودف يعني، ما فهمش ولا ملحوظة إلا وتقول لك إن القوائم المالية دي كانت للتلاعب فقط يعني، إنك أنت تسيبها كده سايحة. من في الاخر لازم حد يعني قانوني يفصل لي في فكره ان مسميات اللي حضرتك ذكرتها سواء اسم فساد او تلاعب دي مش بتبقى بتاعتي، بس انا ممكن واجبي ان انوه. عشان كده يمكن انا كنت بطالب دايما من امبارح الحقيقه ان يا جماعه لو حد عامل عطله اجرائيه لاشخاص، طب لو سمحت يعني ساعدونا ان نحل المشاكل الاول. لو عندك طرح قانوني او لو عندك اجراء قانوني عايز تاخده خده في المشاكل اللي احنا شايفينها في ميزانيه، في مراقب الحسابات، في اي حاجه ليها علاقه من النادي يطلع لقدام يعني. كفى عطله اجرائيه لاشخاص او يعني لشخصا الامور. انا شايف ان النادي في الوقت الحالي محتاج لو انت عايز تخدمه فعلا تعمل مذكره قانونيه، تعمل اي اجراء قانوني عايز تاخده تحت اي مسمى، عشان انا مش هبقى دقيق قوي في المسميات دي لان دي طبعا عايزه ناس متخصصين قانونيين، بس من باب اولى تشوف ايه اللي وصلك للواقع ده، ايه اللي خلى مديونيه كبيره، ايه اللي خلاك عندك وقف قيد، ايه اللي خلاك يعني ده مال عام، فالمال عام ده مهم حسن ادارته. فانا شايف ان نوفر نفسنا كلنا للاجابه على الاسئله دي بما فيها لو حد اشطر مننا في الاجراءات القانونيه يروح يشوف الحاجات دي خلتنا في الواقع ده ليه. كفايه عطله للاشخاص اللي ممكن هيقود نادي الزمالك في الاخر، انت في عمل تطوعي المفروض. وبرضه من الحاجات اللي معلش انا هقف عند الحته دي، عشان ليه انا بقول لحضرتك الكلام ده؟ لان انا عايز طبعا استفيد من وجود حضرتك معايا وتستفيد بوقت البرنامج زي كل المرشحين، انك تطرح وجهه نظرك وتقدم الحلول. يعني عايز حلول، وخلي اي حاجه ليها علاقه بالامور القانونيه خليها بقى في اطار بلاغ، في اطار حاجه من في الحتت اللي ايه المسؤوله لجهات رقابيه. لكن اللي عايز اقوله ان انا الحقيقه برضو بستغرب ان ليه ابدا عمل تطوعي والمفروض ان هو تطوعي ويبقى فيه حروب شرسه بهذه الطريقه، او نصل لدرجه ان انا اعطل بعض كزمالك حتى لو يكفل لك القانون انك تعمل ده، بس المشهد العام واللي الزمالك محتاجه مش ان نعطل بعض، المشهد العام والزمالك اللي محتاجه ان انا لو عندي اجراء قانوني اخده في اتجاه اللي عطلني، اخده في اتجاه شكل الورقه اللي حضرتك بتتكلم عنها، اخده في اتجاه المسار، اخده في اتجاه وقف القيد، اصول ما تمش استغلالها، تسويق مش الحاله الامثل، فرع رئيسي
لسه بيتم التجديد فيه، مش فرع تاني والتالت ورابع. فعندي حاجات هي اللي محتاجة إجراءات قانونية من الأشخاص اللي بيحبوا الإجراءات القانونية. أنا بس النقطة دي عايز أقفلها. نعم. وعايز حضرتك تقول لي إيه الحلول. طيب اللي حضرتك قلته. ممكن أقفلها أنا بحاجة بسيطة معلش. الأستاذ حازم عبد التواب المراقب الحسابات بتاع النادي السنة اللي فاتت برضو إدى رأي عكسي بنفس الملاحظات ولم يبت فيها. إحنا عندنا نوعين، ستيك هولدر وستوك هولدر. ستيك هولدر اللي هم الملاك، والستيك هولدر اللي هم أصحاب ستوك هولدر. ستوك هولدر الملاك. ستيك هولدر اللي هم اصحاب المصلحه كاسهم يعني. لا اصحاب المصلحه ايا كانت. اصحاب المصلحه كل من له طرف في المصلحه. الجهاز المركزي للمحاسبات المره اللي فاتت المفروض انه كان راجع الحاجات ديت واحالها للاموال العامه. تمام؟ هي لم تحال. فنفس القضيه ونفس الملاحظات بنفس الراي العكسي مطروح السنه ديت. طيب عشان خاطر الموضوع ياخد مجراه طبيعي. الجهاز المركزي للمحاسبات يراجع يحاول الاموال العامه. لازم اعضاء الجمعيه العموميه صوتوا بلا عشان يعملوا ضغط احراج على الاجهزه الرقابيه انها تشتغل. ما ينفعش السنه اللي فاتت كانت نفس الملاحظات، المره دي الملاحظات اسوا بمراحل. الارقام كلها واضحه جدا، ارقام غير طبيعيه. يبقى من باب اولى ان الاعضاء يصوتوا بلا على رفض الميزانيه تحول للجهاز المركزي للمحاسبات ويحولها للجهات الرقابيه الماليه. بس وده في الدعوه اللي موجوده لحضور الجمعيه العموميه ان يكون في حضور انك تمضي على الميزانيه. نعم. فاحنا مش عاوزين نمضي عليها الا بلا عشان خاطر تاخد مجراها الطبيعي، عشان نقدر نقول احنا مش كل مره هنقول نعم نعم نعم. فالجهاز المركزي للمحاسبات مثلا ما يعنيش اهتمام، لكن اما يبقى في ضغط من اعضاء الجمعيه العموميه اصحاب المصلحه على الاموال بتاعتهم يبقى يعرف ان احنا تحول للجهاز المركزي للمحاسبات يحولها للاموال العامه وتاخد مجراها الطبيعي ونشوف يعني المال العام ده رايح فين. طب على الوضع ده بقى. نعم. واضح ان عليك عندك بعض المعلومات والاحصائيات لك لممها عشان تعرف ده داخل على ايه. نعم. كده اي حد داخل على ايه؟ هو داخل على هي ازمات بس مش ازمه ماليه. هو عباره كانت هي كان زي ما قلت لحضرتك هي يعني مش عاوز اقول اللفظ تاني، هي فساد مالي. هي عاوزه عمليه هيكله عمل مؤسسي. مؤسسي عشان تتعرف كل حاجه رايحه فين وكل حاجه محتاجه ايه، كل حاجه تخطط لها. زي مثلا الموازنه التقديريه، انت معتمد موازنه تقديريه السنه اللي فاتت في بدايه السنه. طب ايه علاقتها بالميزانيه دي؟ مفيش. يبقى انت الموازنه التقديريه دي المفروض انها خطه اللي انت تشتغل عليها. انحرف عن الخطه 5% 20% 30% لكن ما تنحرفش 100%. مش تبقى قايل ان انا هعمل وهعمل هعمل تيجي اتجاه تاني خالص. فالخطه بتاعتك لازم تبقى مبنيه اتجاه سليم وادوات الرقابه بتاعتك تبقى سليمه. طيب انا هعمل ايه عشان خاطر اعمل اعاده الهيكله ديت؟ نتكلم بقى على البرنامج. نادي الزمالك بالوضع ده احنا عندنا حاجه اسمها الاداره بالبرامج، اداره الاعمال، علم اسمه الاداره بالبرامج. قطاع الخدمات الاجتماعيه ده برنامج، وقطاع الانشطه الرياضيه ده برنامج. ومعنى كلمه برنامج يعني البرنامج ده يعني وحده تكلفه. يعني الخدمات الاجتماعيه ليه ايرادات وليه مصروفات، النشاط الرياضي ليه مصروفات وليه ايرادات. هديره ازاي؟ الخدمات الاجتماعيه لازم يكون في هيكل اداري واضح، وانا ده اللي انا عملته في عملت قعدت الهيكله في الدراسه بتاعتي وفي البرنامج. وقلت قعدت الهيكله ديت فيها مؤسسات خدميه كتير جدا، قطاع الخدمات كتير، قطاع الخدمات الماليه، قطاع الخدمات الصحيه، قطاع الخدمات الرياضيه، كل دي خدمات ليها هيكل. مش احنا مش هنجيب حاجه، اداره للتسويق، اداره لخدمه العملاء، اداره للتشغيل اوبريشن، اداره الماليه، اداره الشؤون القانونيه، ففي ادارات. فلازم ياخد العمل المؤسسي. طيب بتتكلم لحد دلوقتي اللي هو حاجه ما تدفعش فيها فلوس لسه. ده مش محتاجه تمويل، هيكله بس، اعاده ترتيب الاوراق يعني. هيكله بالظبط عشان كل واحد يبقى يعني دوره واضح ايه. جوب ديسكريبشن هو التوصيف الوظيفي. جوب ديسكريبشن بالظبط، بطاقه الوصف الوظيفي تظهر وكل واحد يبقى معروف دوره ايه ومسؤولياته ايه. طيب عملت اعاده الهيكله يعني اداره وتمويل، هموله ازاي؟ القطاع ده، قطاع الخدمات الاجتماعيه زي ما انا بقول انه في جميع القوائم الماليه على مدار الثمان سنين اللي انا معايا حللتهم متوسط الاشتراكات بتاعه الاعضاء من 120 ل 180 مليون جنيه. بيتصرف منهم كام على الاعضاء؟ بيتصرف 5 مليون جنيه. يبقى قطاع الخدمات الاجتماعيه كقطاع بياخد لا يتعدى 2 3% من حصيلتهم. انا العضو بدفع الاشتراك يبقى انا اولى بالخدمه بتاعتي. طب قطاع الانشطه الرياضيه ده هو اللي قوم نادي الزمالك، هو اللي عمل اسم نادي الزمالك، هنهمله؟ لا، ليه اليه لادارته واليه لتمويله اللي تخليه ينجح. ما ينفعش الاثنين يدخلوا مع بعض. طب اصل الفصل ده عامل جدل،
هو اللي بيخلي الناس تتكلم عن شركه الكوره ونتكلم بميزانيه خاصه ونحاسبها اذا كانت بتكسب وبتخسر عشان ما تخلطش الاوراق، لان نعم مشكله الانديه الانديه طبعا الشعبيه اللي ليها علاقه بانتخابات وانديه جماهيريه في نفس الوقت لما بتختلط القرارات وتختلط الامور يا اما بتظلم فرق الكوره فبتظلم الجماهير يا اما بتظلم الاعضاء زي ما انت قلت لو ما اخذت فلوس ما حطيتهاش في لخدمه خدماتهم. نعم. صح انا كده؟ هتكلم على النشاط الرياضي عشان احنا يهمنا نشاط نادي الزمالك. هنقول ايه؟ ناس كتير اتكلمت على شركه الكوره. عندنا التمويل يسبق الاستثمار. شركه الكوره دي استثمار رياضي، تمام؟ ده هنستثمر في القطاع الرياضي، في الانشطه الرياضيه. وجل رجال الاعمال ورجال اعمال ناجحين كلهم دلوقتي متجهين للاستثمار الرياضي. فما فيش راجل اعمال ناجح هيخش في الاستثمار الرياضي الا لو عارف ان هو بيكسب. طب ليه اخليه يكسب؟ في سيستم لادارته. طيب كيف سيدار نادي الزمالك؟ شركه نادي الزمالك احنا قلنا الشركه عباره عن هيكل تمويل وهيكل استثمار. هيكل التمويل يعني مصادر الاموال هتجيبها منين؟ منين؟ دي هنجيبها من ده اللي احنا اتكلم فيه. انا مش معنى ذلك ان انا عاوز اسس شركه وخلاص، لا، لازم اقول مصادر التمويل بتاعتنا. عندنا مصدرين للتمويل. عشان امول كشركه ناشئه، الناس اللي اتكلمت انها طرح في البورصه، انا قلت كده مفيش حاجه اسمها طرح في بورصه لشركه ناشئه. طرح في البورصه بيبدا من السنه الثالثه، لازم تكون الشركه ليها 3 سنوات اعتمدت القوائم الماليه بتاعتها، حققت ما لا يقل عن 5% ارباح، ابتدي اطرح. طيب انت شركه ناشئه عندك حلين، تعمل اصول، تعمل طرح خاص، او تعمل تاسس من خلال فينشر كابيتال، شركه راس مال مخاطر. الفينشر كابيتال دي انا تواصلت مع شركه سويسريه وليها فرع في دبي، وانا جبتهم نادي الزمالك اللي انا قلت لحضرتك عليهم، جبتهم هم الثلاثه، المستثمر اللي هو الروسي اللي هو انا ممكن اقول اسماء ولا بلاش يعني شركات اسامي ماشي بس بلاش شركات. جبت حضرتك الشار امينوف اللي هو كان مسؤول العلاقات الدوليه في الفيفا في سنه 2017 وهو منسق كاس العالم في روسيا وكان منسق كاس العالم في قطر. الشركه دي بتقدم ايه من غير اسمها؟ شركه تسويق رياضي. تسويق رياضي. الشركه الثانيه هي نفس الشركه ديت فيها جانب ممول، ودي شركه ضخمه جدا، فلاديمير فيانوفيتش اللي هو كان محافظ موسكو السابق وراجل اعمال معروف وكان هو ده الممول للنشاط. ورقم ثلاثة اللي هو مورينو الصغير اللي كان مدرب الكاميرون في 2017. ده فني معاهم. ده فني معاهم. طب دول مقابل ايه؟ مقابل يمولك ايه؟ او يخدمك. اقول لحضرتك حاجة، ان دول الناس دولت معاهم 5 فروع. فرنسا، ايطاليا، اسبانيا، كوريا الشمالية، الجنوبية، البرازيل. معاهم عاوزين يكون ليهم فرع في الشرق الاوسط. الناس دول بيعملوا ايه؟ بيلتقطوا الموهبة، عاوزين يعتمدوا على الشرق الاوسط وافريقيا، يلتقطوا الموهبة، يكون ليهم مركز للتأهيل، يؤهل رياضيا وطبيا وغذائيا، ثم بيبعتوه عندهم كإعاشة واكتساب خبرات في النوادي بتاعتهم هناك، ثم يعيدوا تسويقه محليا ودوليا. طيب مقابل المنظومة دي كلها بيعملوا ايه؟ بيدوا نادي الزمالك 90% وهم بياخدوا 10%، وبياخدوا 10% فقط من قيمة التسويق، ونادي الزمالك هياخد 90%. اتفقنا معاهم، وهم دولت اللي انا قلت لحضرتك عليهم، وانا بعتت للمعد اللي احنا حطينا خطة تطوير قطاع الناشئين في المملكة العربية السعودية. طبعا السيد تركي آل الشيخ بعد الانفاقات على القطاع الرياضي هناك ارهق الميزانية السعودية، فقال لك انا عاوز اعمل خطة لتطوير قطاع الناشئين. الناس دي هي اللي حطت الخطة العامة للمملكة العربية السعودية، وانا بفضل الله تعالى كنت مشارك معاهم في ترجمة المالية للخطة دي، وانا بعتها للمعد وكاملة متكاملة. الناس دولت قالوا عاوزين يكون لينا مقر تأهيلي في الشرق الأوسط، فعرفت بفضل الله تقنعهم ان المقر يبقى نادي الزمالك. نادي الزمالك ده هيبقى المقر اللي هتلتقط فيه المواهب ويعاد تأهيلها وتسويقها. يبقى نادي الزمالك دلوقتي أصبح قطاع الناشئين لم يكن في كرة القدم بس، بيلعبوا في جميع على كل الألعاب بقى. كل الألعاب. كل الألعاب بما فيهم رجال وسيدات. طيب الشركة دي هتبقى مسؤولة عن كده ولا مسؤولة وأنا عامل معاهم كل الألعاب يعني؟ لا جميع الألعاب. من اول التقاط الناشئ مسؤولين عن الاستثمار الرياضي كله، وهقول لحضرتك ادواتهم في الاستثمار الرياضي بيشتغلوا فيها ازاي. عملت معاهم اجريمنت وجبتهم مصر، اتفاقيه نعم، وجبتهم مصر انه هيشتغلوا بالمنظومه بتاعتهم، ونادي الزمالك هيبقى ملاعب نادي الزمالك هتبقى هي المقر والبراند نادي الزمالك، وهم يشتغلوا من خلال نادي الزمالك. جبتهم للدكتور عماد، قدمت طلب، رفض مقابلتهم عشان الدعايه الانتخابيه. قلت له قابلهم كان ناس جايين نادي الزمالك وانا مش هبقى موجود، مش هظهر في الصوره خالص. قال لا خليهم بعد المجلس ما ينتهي. ولازم بعد المجلس، دي قرارات محتاجه مجلس اداره. تمام. انا اللي انا زي ما قلت لحضرتك بعت الخطه للمعد، الكونتاكت موجود معاهم، حتى الباسبورات بتاعتهم بعتها،
والناس موجودين وجاهزين ان هم يجوا في اي وقت، وهم بيتمنوا ان هم يجوا نادي الزمالك. انا بقول لحضرتك بيتمنوا ان هم يجوا نادي الزمالك. طب انا هاخد سؤال كده عابر يعني، اصل انا في افكار جات الحقيقه من مرشحين كتير، انا هتخذها تحت البنك او تحت بند بنك الافكار. نعم. فدي افكار حضرتك بتطرحها سواء موجود في مجلس او توفق وتنجح او مش موجود. انا فاهم غلط، لان حضرتك قلت لنا قبل كده عرضت اجزاء من دي على السابق، على جزء من المجلس السابق، صح كده؟ دي حقيقه. فاذا حضرتك حتى بتقدم الفكره دي كنوع برضو خدم النادي الزمالك، ملوش علاقه بنجاحك او عدم نجاحك. انا نشرها للاعضاء، وموجوده الاعضاء يوصلوا ليها اسهل من مجلس الاداره كمان، يعني موجوده ما بين كل الاعضاء دلوقتي حاليا الخطه كامله بارقامها، يعني هم هيضخوا كام استثماراتهم في تاسيس نادي الزمالك. كام بقى؟ 30 مليون دولار، ما يعادل مليار جنيه مصري تقريبا. انت ما يكون معاك نادي الزمالك هيخش بحصه عينيه. طب الاتفاقيه معلش فيها ايه تاني؟ انت لو حسبت الاتفاقيه فيها كالاتي: 30 مليون دولار هيدفعها لنادي الزمالك، هيدفعوها في الشركه، في تاسيس الشركه. في تاسيس الشركه دي هتدفع يعني سنويا ولا هي على متقسم على كام سنه؟ شركه الفينشر كابيتال دي، الشركه السويسريه دي، قالت عشان خاطر امول. ما شركه الفينشر كابيتال هي بتمول معاك، نادي الزمالك داخل بالحصه العينيه 30 فدان فقط من نادي 6 اكتوبر. 30 فدان دي هتبقى هي الملاعب بتاعة تأهيل قطاع الناشئين والانشطه الرياضيه والتدريبيه، مدينه رياضيه خاصه بالرياضيين. هم ال 30 فدان دول هم دولت هم مخططهم على التدريب. وانا عن نفسي ده حلمي اصلا، ان الجزء الاول على فكره ان القطاع الرياضي كله يتنقل وحقهم، وعشان توسع القاعده وعشان تعرف تستفيد بيه فعلا تسويقيا وماليا، وحتى توسع قاعدتك، ان انت هيبقى عندك عدد لعيبه كبير ومرتاحين ومتطور بشكل متطور، بخدمات متطوره باللي بيحتاجها الرياضي. دي على فكره حاجات تخصصيه جدا. فانا من الناس اللي يمكن عشان كده انا كنت بقول ايه يا جماعه، اللي عايز يعمل اجراء يعمل اجراء، ان احنا ليه ما وصلناش للفرع الثاني؟ مش اجراء ان احنا لسه بنمشي في يعني في مكاننا وفي معركه دايره على الفرع الرئيسي يعني. دي حقيقه. انا بشكر حضرتك جدا. هو ده نفس الفكره، نفس الاتجاه. هم هياخدوا ال 30 فدان دولت، هينشئوا عليهم جميع الملاعب وجميع الالعاب اللي هم عاوزينها عشان ياهلوا القطاعات. هيفضى فرع متعقبه نعرف نعمل خدمات اجتماعيه فيه اكتر. تمام. طيب نادي الزمالك هيشارك بال 30 فدان. احنا عملنا تقييم مبدئي لل 30 فدان، يعني في حوالي 4200 في 3000 في 30 فدان، في حوالي 12000 متوسط سعر المتر هناك، لانهم عاملين مليار 510 مليون جنيه. هم هيخشوا بال 30 مليون دولار، يعني حوالي ما يقرب من حوالي 33%. طيب هم بيدخلوا معاك دول شركه فينشر كابيتال، راس مال مخاطر. من طبيعه الشركات راس المال مخاطر ما بتستمرش معاك. يبقى احنا الشركه اللي هتعمل اوبريشن اللي هتشغل دي شركه تسويق رياضي تتولى عمليه التشغيل، لكن الشركه اللي هتاسس دي شركه فينشر كابيتال راس مال مخاطر، دي شركه ودي شركه. تمام. فالشركه الفينشر كابيتال من طبيعتها انها شركات راس المال المخاطر كلها معروفه السياسه بتاعتها في كل الدول، بتخش معاك في تاسيس الشركه، ما ان تقف على رجليك بتاخد الحصه بتاعتها وحصه الارباح وبتنسحب وبتديك الشركه كامل. طب الكلام ده متوقع في مده زمنيه قد ايه؟ ده هم جايين كانوا عاوزين يبتدوا تاسيس، عملوا لي توكيلات وانا بعتها توكيلات لتاسيس الشركه. ياخد وقت قد ايه تقريبا؟ تاسيس الشركه ممكن احنا بنعمله في اي بي في يوم واحد في هيئه الاستثمار. التاسيس لكن الفعل على الارض والتنفيذ ياخد وقت قد ايه؟ هم عندهم سيستم معاهم، سيستم بتاعهم جاي من سويسرا من شركه اكرونيس، دي شركه سويسريه عندها المنصه. المنصه حضرتك اللي هي انت طبعا حضرتك عندك خلفيه عن موضوع التقييم المعتمد على الاي اي والليرنينج ماشين، اللي هو بيقيم اللاعب من خلال الكاميرات اللي بتبقى منصوبه على الملاعب، بيقيم حركه مثلا ديفندر مثلا وهو معاه كوره بيتحرك. لا انا عارف انك تبني ناشئ، ده ممكن ده خطه مش قصيره. نعم. بتكلم على ما يحط ده على الارض ويبقى عندي الملاعب وعندي المرحله الاولى عشان تجهيزا لان انا انقل القطاع ده محتاج وقت قد ايه؟ يعني هو ما يضخ الفلوس هيضخها على مراحل، هيبدا في مثلا سنه يكون مخلص البنيه التحتيه اللي محتاجها قطاع الرياضه كله. عايز اعرف تقريبا يكلمه في عنصر زمني. تاسيس الشركه يعني وضخ الفلوس، احنا اسسنا شركه هنا لاحد الجهات يعني سياديه، كان بالظبط 3 ايام كانت الشركه خلصانه، واسبوع كانوا ضخين الفلوس وضخين مبلغ محترم جدا. انا بتكلم على الشغل على الارض. ما انا بقول لحضرتك يعني خلال اسبوع هتبقى الشركه وتمويلها موجود، مجرد ما ياخد مجلس الاداره قرار 3 ايام تاسيس، اسبوع هيبقى راس المال موجود، هيمارسوا عملهم في قطاع الناشئين في الملاعب الموجوده، وهنمشي بقى في اجراءات هناك بقى الترخيص وضعه ايه، هل الترخيص موجود فيه 30 فدان ولا الرخصه هتحتاج تعديل، يعني هتبقى عمليه تنسيق مع الجهاز هناك عشان تعديل الرسومات والرخصه. طيب في الحاله دي نعم نفترض ان ده مثلا تم او في حد تبنى الفكره دي، هيبقى وضع الفريق الاول لنادي الزمالك في ساعتها الاني ايه، ووضع الفريق الاول مثلا الهاندبول ايه والباسكت ايه الاني الحالي؟ يعني هو انت مضيت، انا معايا لعيب الكوره بتنافس على البطولات، الجماهير مستعجله،
محتاج صفقات، حاجات ماليه كتيره ليها علاقه بكل الالعاب. اما يخش مع حضرتك مليون جنيه سيوله، مليون جنيه سيوله مش داخلين استثمارات في العقارات، مليون جنيه سيوله، ما هم 30 مليون دولار يمثلوا مليون جنيه من سيوله. اما يبقى معايا مليون جنيه سيوله هبتدي احل الازمات الموجوده في مش فاهم يعني ايه 30 مليون دولار، يعني ايه 30 مليون دولار يبقى معايا مليون جنيه سيوله؟ مش فاهم. 30 مليون دولار اللي هم هيخشوا فيهم شركه الفينشر كابيتال، هتخش بيهم كحصه ماليه او حصه سيوله في التاسيس. هيبقى معايا مليون جنيه ايه بقى؟ مليون دولار ولا مليون جنيه؟ دول 30 مليون دولار. أيوة. لو ترجمتهم للجنيه يبقوا كام؟ تقريبا مليار. اضرب في 31 تقريبا. تقريبا مليار، تقريبا مليار جنيه. يبقى انا حصه العين مليون جنيه. نعم انا بقول مليار، مليار دولار، مليار مليار جنيه. مليون، فانا مليار جنيه. ده اللي مخليني رجعت لك. انا اسف، انا اسف. مليار جنيه، فانت بيبقى مع حضرتك مليار جنيه هتبتدي تحل جميع المشاكل بتاعت الانشطه الرياضيه. هم هيبتدوا تقييم اللاعبين، يعني في لعيبه محتاجه تدعيمات هيجيبوها، محتاجه في لعيبه مش محتاجينها، هيبتدوا بقى يديروا وفقا لخطتهم التشغيليه. هم عندهم سيستم هيبقوا ماشيين عليه، مش معنى ان هم ضخوا استثمارات هيسيبوها، لا هيتدخلوا معاك في السيستم بتاع التشغيل. احنا مجلس الاداره هيكون لنا الاغلبيه، لان احنا داخلين بحصه عينيه تمثل 67%، فاحنا لنا الاغلبيه، ما لهمش الاغلبيه. يبقى انا الحصه الحكيمه عندي كمجلس اداره، مش هسيبه يتلاعب باسم نادي الزمالك. بس اقول لك عشان اسم، هل هو عنده علم ان نادي الزمالك وراجع ماليه كبيره واسم طبعًا مطلب باشياء كتير؟ واحنا يعني مش مدينه النسبه الحكيمه، احنا مدينه 33%. يعني انت هتخش معانا بالسيستم بتاعك، لكن النسبه الحاكمه هتبقى اي حاجه هتمس اسم نادي الزمالك، هتمس تاريخ نادي الزمالك، اكيد كمجلس الاداره اللي هو ممثل داخل مجلس اداره الشركه هيستبعد العمليه دي. وقانون الرياضه هو ما بيسمحش للشركات، للنوادي انها تؤسس شركه الا يكون هم ملاك النسبه الغالبه 51%. وكده لو انا فاهم صح ان هم من داخلهم في شركه تسويق، لان كده كمان ينتقل لهم ملف التسويق بشكل عام، ان انا احقق اقصى استفاده من لعيبتي بقى على مستوى جميع المستويات. دي نقطه احنا مقصرين فيها بشكل او باخر. دي حقيقه، هم يتولوا عمليه التسويق محلي وخارجي، التقاط المواهب من افريقيا ومن شمال افريقيا كله يبقى داخل نادي الزمالك. وتسويق اللعيبه بتاعتك نفسها. والتسويق اللعيبه بتاعتنا احنا كلها بدايه من قطاع الناشئين، كله ده يبقى السيستم بقى، السيستم اللي هو المحترم زي ما اتحرك. عمليه التقييم عندهم اللي هي معتمده على الاي اي والليرنينج ماشين، الذكاء الاصطناعي، تقييم اللاعب ما بيتدخلش فيه اي عنصر بشري، هي في كاميرات، انزل العب في الملعب وريني المعايير العالميه بتقول انه الديفندر بيحتاج مواصفات كذا، وهو ما معهوش كوره، وهو معاه كوره، وهو بيستلم، وهو واقف، وهو داخل على الخصم، ليه مواصفات. والله انت اللقطات بتاعه الكاميرات دي بتجيب لك بقى كل لقطاتك، ومع من خلال تقنيه البيج داتا والداتا اناليسيس بيتحلل وضعك. والله بتقول انت مثلا 30 من 100، 30 من 100 دول قيمتهم يبقى اللاعب ده مليون دولار، يبقى انت مش هتاخد غير مليون دولار دول. في احسن منك هنجيبه مليون دولار، يبقى عمليه التقييم بتتم وفقا بدون تدخل بشري خالص. وده طبعا زي ما قلت لحضرتك شركه اكرونز في سويسرا هي الشركه الشريكه ليهم من جانب التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. في حاجه تانية عايز تقولها في الملف ده؟ اصل الملف ده طبعا كده واضح ان هو بيغطي الناحيه الرياضيه كلها. طبعا. وده على حسب فهمي ان حضرتك قلت ان الاشتراكات بتغطي مثلا 120 ل 180 مليون، فانت بقى عايز تودي الفلوس دي بقى في حته ثانيه خالص، والقطاع الرياضي كله. دي حقيقه. بيع التمام، وده نقدر نسميه حلول قريبه المدى وماديا حل سريع. وجذري كمان. جذري، بيقضي معاك على مشكله يعني متوارثه عندك. انت حليت جميع المشكلات ويعني كله، انت اصلا الشركه دي يعني معناها ايه؟ اللاعب ده اصل هتنقله بقيمته وبالديون بتاعته، اللي عليه غرامات واللي عليه الديون واللي ليه مستحقات كل حاجه. السيوله بقى هم يشغلوا النشاط براحتهم، هم اللي ضخخ مليار ده عاوز يربح. طب ساعتها دور ولاد نادي الزمالك او الكباتن الكبار اللي مثلا متخصصين في كره القدم، هم الشركه دي هتحط السيستم، لكن مين هيشغل السيستم دي؟ هم كفاءات نادي الزمالك، هيستعينوا بكفاءات نادي الزمالك بس يشتغلوا على السيستم ده. ده بالعكس، ده هينقلوا خبرات عالميه. انا حلمي عايز اقول لك تطوير المدرب. بالظبط، شركه نادي الزمالك ديت اما تشتغل بالشكل ده وبالشكل الدولي ده، هيبقى نادي الزمالك اول نادي في افريقيا وفي الوطن العربي كله يشتغل بالسيستم ده، لان السيستم ده دولي. عايز اسال سؤال، ازاي يعني الناس تعرفوا ازاي على الوضعيه الحاليه وقابلوها؟ ازاي ممكن يكون سالوا على اسم نادي الزمالك هيعرفوا ان اسم كبير طبعا جدا. نعم. بس تم التعرف ازاي او تم الاتفاق بناء على ايه؟ والله انا كنت شغال معاهم في بعض الاعمال، يعني دراسات جدوى مع فلاديمير فيانوفيتش اللي هو محافظ موسكو، دراسه جدوى مع حد هنا في مصر جهه سياديه يعني. خلصنا دراسه الجدوى، فانا قلت له والله انا مرشح للزمالك وعاوزين، انا عندي فكر من سنه مش عارف اطبقه. قال لي قلت له كذا وكذا وكذا، قال لي طب شوف مين الناس اللي شغاله. تواصلت انا مع حد في موسكو وفي واحد في البرتغال اللي هو
مورينو الصغير اللي هو كان بيدرب كمساعد مورينو في ريال مدريد، وقلت لهم والله انا محتاج كذا وكذا وكذا، والكونتاكت موجود معاهم برضه، هبعته للمعد ارقامهم الشخصيه، وقلت لهم والله محتاجين كذا وكذا. قالوا والله احنا معنا شركه وشغاله في، عرفت انها من ثالث اكبر شركه على مستوى العالم. فكلمت فلاديمير وقلت له والله الناس جاهزه فنيا بس محتاجين تمويل مبلغ كذا. قال اعمل دراسه الجدوى واشتغل. اشتغلنا على دراسه الجدوى في السعوديه اللي كان طالبها تركي آل الشيخ، خلصناها فنيا وماليا، وقلنا نعكسها في مصر هنا. وبدل ما يبقى انا مع احترام المملكه ومع احترام كل الدول، نادي الزمالك اسمه اتقل واقوى، وهم اما سرشوا عرفوا قيمه نادي الزمالك فهم اختاروا نادي الزمالك. علما بان مورينو الصغير ده بيتفاوض مع النصر السعودي دلوقتي عشان التدريب، يعني مورينو ده دلوقتي حاليا في الفتره اللي احنا فيها بقاله 3 ايام نادي النصر بيتفاوض معاه عشان يدربه. خد بالك رغم رقم 30 مليون دولار احنا ممكن يكون بالنسبه لنا قرب المليار جنيه، 30 مليون دولار قرب المليار جنيه بالنسبه لنا، لكن خلي بالك هو الناس دي برضو ذكيه، مش ناس يعني حساباتها غلط. عايز اقول لك ان 30 مليون دولار ده ممكن يكون بالنسبه لهم ثمن لاعب طبعا في اوروبا، رقم بالنسبه لهم لو بالنسبه لنا كبير، لكن تشوف رقم 30 مليون دولار ممكن في اعتقادي يغير شكل الرياضه في نادي الزمالك بشكل عام، بس لو تم استخدامه بشكل صحيح. طيب انا عشان ادخل مع حضرتك في التفاصيل، ده خد مننا حاجه جزء كبير من ملف رياضي، ولو لسه ليك حاجه ثانيه هتقولها، بس استاذنك اطلع فاصل سريع وارجع اكمل. ربنا يبارك فيك يا كابتن. استنونا بعد الفاصل. نرجع لحضراتكم تاني مع المرشح على منصب امين صالون نادي الزمالك الاستاذ محمد قادري. الحقيقه لفت نظري بس حاجه يا استاذ محمد قبل ما نكمل في ونقفل الملف الرياضي، شايف في تايتلز كويسه جدا رغم ان يمكن حضرتك واضح عليك السن الصغير، فانا مش عايز احسب بس واضح انك بتحب الدراسه شويه والسلك الدراسه بتاع مذاكره. يعني انا الحمد لله رب العالمين، انا بعد صلاه الفجر يوميا مخصص 4 ساعات دولت للبحث والمذاكره فقط في المجال تخصصي تمويل واستثمار
سواء أكاديمي أو تطبيقي، بشوف الأفكار، بشوف أدوات التحليل المالي الحديثة، وبشوف يعني الأدوات بحيث أن أنا أبقى مطلع باستمرار. فحتة البحث ديت الواحد بيحب التعلم. أنا مش بحثد يعني، بس حضرتك لازم أنوه عليها عشان أديك حقك الحقيقة. أنا واضح من سن صغر أنك مهتم بالجانب العلمي، وده حاجة الحقيقة حلوة. ويمكن أنا عجباني الانتخابات اللي موجودة السنة دي، إن في كوادر بتظهر الناس تعرفها، واتمنى التقاط دي كلها تستغل سواء جوه مجلس او بره المجلس. لان احنا كنا قلنا قبل كده ان نادي الزمالك في الوقت الحالي محتاج ان يكون فيه مش 12 عضو مجلس اداره، محتاج يكون فيه مثلا 300-400 عضو مجلس اداره، حتى ولو في شكل لجان او في شكل اي حاجه، علشان نحاول نخدم نادي الزمالك. لو رجعنا للملف الرياضي، كنت عايز اقول حاجه اخيره فيه، والحقيقه حضرتك يعني فكرتني بيها حاجه مهمه جدا، ان انت ممكن شركه التسويق دي كمان توصلك للي انت بتحلم بيه بقى، سواء فروع او استاد او الحاجات دي كلها. ما هو ده، هو ده هي النقطه اللي احنا كنا نقفل بيها في حته ان حضرتك يعني فروع انت عاوز تنشئها. طبعا هو دلوقتي عاوز يعمل فروع ليه، عاوز يعمل مدارس مش في الاقاليم فقط، ده عاوز يعمل مدارس في افريقيا وشمال افريقيا، عاوز يعمل كل ديت عشان تلتقط له المواهب. فانت ممكن تستغل الشركه دي انها ايه، احنا مثلا نستغل اسم نادي الزمالك، محتاجين حته ارض في العاصمه الاداريه، هو هيعمل المدارس بتاعته ويفتح لنا الطريق باستثماراته، واحنا نلم عضويات وننشئ النادي الاجتماعي. انشاء النادي الاجتماعي بناء على العضويات، لما تشوف الناس ملعب وملاعب هتبقى عمليه سهله انشاء الفروع، فهو يفتح لنا الطريق في كذا اتجاه. هو عاوز يعمل استاد في المدينه الرياضيه في العاصمه الاداريه، انا ضد انه نادي 6 اكتوبر يبقى فيه استاد، الاستاد ده رفاهيه، ونادي الزمالك دلوقتي مش فضع رفاهيه. نعمل الانشطه الرياضيه اللي هي 30 فدان، ال 100 فدان يبقوا انشطه اجتماعيه عشان نجيب عليهم عضويات، الخزنة تنتعش، نعمل استاد في المدينة الرياضية في العاصمة الإدارية أو أي مكان. وانتقلنا للملف الاجتماعي، أنت كنت طبعا كده أنت يعتبر عايز تعزل تماما الملف الكروي، وده فعلا ممكن يكون بيرهق نادي الزمالك وبيأثر في نوع الخدمة اللي بتتقدم لعضو الجمعية العمومية لو ما اهتمش حسن إدارة للملفين مع بعض. فأنت نعم. على الأقل في تخيلك فصل ملف رياضي، الملف الاجتماعي بقى ساعتها هيكون إزاي؟ الملف الاجتماعي حضرتك زي ما قلنا فيه هيكل إداري مؤسسي زي مؤسسة الخدمية تشتغل عليه، مؤسسات المحترمة في إدارة للتسويق والمبيعات وتحتها العضويات وخدمة العملاء، في إدارة للتشغيل والعمليات في تحتها كل عمليات التشغيل من نظافة من أمن من تشغيل من زراعة من كل حاجة، في إدارة مالية بحساباتها نهاية بالمتابعة المالية، في إدارة الموارد البشرية بداية من تعيين وتدريب وتأهيل العمالة سواء موجودة أو هتيجي، إدارة المشتريات والمخازن عشان عملية المشتريات والمخازن بتاعة المكان. وده لو يعني من وجهه نظرك اللي انا فهمته، ان هنا ساعتها الملايين اللي بتتجمع بس من الاعضاء هي تبقى كافيه للتخطيط الحاجات اللي حضرتك بتتكلم عليها. حضرتك احنا متوسط اللي بيتجمع من الاعضاء في الميزانيات السابقه 160 مليون جنيه. بينفق منهم 5 مليون جنيه يعني حوالي 2%. جبت منين الرقم 5 مليون ده؟ من اقصى ميزانيه اللي هي ميزانيه السنه اللي فاتت اللي كان يعني قفلها الاستاذ طارق جبريل، هي 5 مليون. والمواد في شكل ايه بقى؟ بيصرفوا في شكل يعني مش عارف مواد نظافه، مش عارف ادوات صيانه حمامات سباحه مثلا، حاجات اللي هي الكرور الحاجات الكراسي ده شماسي الحاجات دي، هيغير كرسي هيغير شمسيه بتاع مكان، مفيش خدمات حقيقيه بتقدم للاعضاء، مفيش دعم لاي خدمه تقدم للاعضاء، لا في الاشتراكات بتاعه الالعاب ولا في الانشطه الاجتماعيه ولا في الانشطه الخدميه ولا مستوى الخدمه، كل ديت حاجات العضو عاوز خدمات كتير. ما هو ده نادي اجتماعي، هو رايح يرفع عن نفسه، رايح يفك عن نفسه، مش رايح انك تاخد مني فلوس وتعيشني في مكان لا يرتقي ان انا افك فيه عن نفسي. فال 5 مليون دولت ودولت اللي كانوا معتمدين في الموازنه التقديريه بتاعت السنه دي، الموازنه التقديريه اللي عملها الاستاذ طارق جبريل ديت اللي كان فيها 5 مليون نفقات على الموارد الاجتماعيه، وهو كان عامل ايه؟ كان عامل 110 مليون متوسط او اللي هو كان متوقع يجمعه من اشتراكات، لا انا اسف كان عامل 164 مليون جمع اشتراكات وكان كاتب الناحيه الثانيه 5 مليون نفقات الاستثمار. الموضوع ده كان موجود في كذا ميزانيه سابقه، ال 5 مليون دي؟ لا اقل، ده كمان ده احنا بنقول ايه؟ اهي الموازنه التقديريه اللي كان عاملها استاذ طارق جبريل والكابتن حسين لبيب. بس خلي بالك دي كانت لجنه، دي لجنه، ما هي كانت بتبني على حاجه قديمه مثلا، ان هي كان الصرف كام برضه؟ المفروض بناء على تحليل القوائم الماليه القديمه هم حللوها، فلقوا مثلا بيصرف 3 مليون ولا 4 مليون، فهم قالوا ايه؟ نزودها نخليها 5 مليون. يبقى هم هيجمعوا ايرادات نشاط هنا 155 مليون، وهيجمعوا ايرادات نشاط اخرى اجتماعي 5 مليون و500، يعني بيتكلموا في 160 مليون و500، وبيتكلموا مصروفات النشاط الاجتماعي 5 مليون. ايوه الموازنه بتاعت السنه دي.
اللي احنا كنا المفروض اشتغلنا عليها. فمعليك اما يبقى ده الانفاق 2%. يعني انت حتى لو وصلته قصدك ل 50 مليون ده يفرق 10 اضعاف. اه طبعا بقى ده الانفاق. الانفاق ل 50 مليون يبقى انت وصلت 50% من بس انت عندك جزء ليه علاقه بالمرتبات وليه علاقه بال ولا انت عشان طبعا كاهل المرتبات ده ممكن لو بعته في الملف الرياضي برضه هيخف من الموازنه بالظبط. هو النشاط الرياضي هينفصل بكل مرتباته بتفاصيله كله بمدربين وبموظفين وبانشطته كلها. هو ده يعتبر ممكن يكون المسمى الفعلي لشركه الكوره بقى. نعم. انا يكون ميزانيه منفصله ما ترهقش النادي ما تجرش على خدمه الاعضاء. نعم. في نفس الوقت طبعا لو تمت ادارتها صح هترضي الجماهير طبعا. ده على حد فهمي طبعا طبعا لازم. بس في واحد يقول لي مثلا ايه الورق ده بنشوفه كتير والحقيقه عندنا خبرات مش حلوه مع الورق بشكل عام. نعم. فساعات بنلاقي ان الورق الكتير بقى بيقلق الناس، بقى عندنا صوره ذهنيه كده ان ممكن احنا عايزين حاجه على ارض الواقع. ايه الفيصل وايه اللي يخليني احس ان في ضمانه للكلام النظري يتحول على ارض الواقع عملي؟ انا بتعهد قدام المدينه قدام الجمعيه العموميه ان انا مستعد من دلوقتي اي محامي يختاروه هم اكتب عقد واكتب ايصالات امانه بتنفيذ هذا المخطط، لان المخطط ده انا برضو عندي عقد من الحاجات اللي ليها علاقه بالايصالات والاجراءات اللي يعني اللي معطله شويه. اقصد يعني ياخذوا التعهد اللي هم عاوزينه. أنا أتعهد على نفسي وقدام الناس كلها وقدام أهلي وقدام كل الناس إن أنا قادر على تنفيذ ده، ولأن أنا دارس ده قانونيا وهندسيا وماليا وبالأرقام فعلية، ما بتكلمش كلام من الهواء. أنا بقول لك بيتحصل متوسط 160 مليون في الميزانيات السابقة. أنا بقول لك هثبت لك قيمة الاشتراكات وأخلي رسوم فصل العضوية 3000 جنيه وأخلي رسوم ضم الزوجة وبتاع 2000 جنيه ولوالدين. في النهاية الحصيلة هتنخفض من 160 ل 105، لان انا مش هاخد منك فصل عضويه 30 مليون، هاخد منك 30000، هاخد منك 3000، مش هاخد ضم زوجه ووالدين 15000، هاخد 2000 جنيه. فانا بقول لك انا هعمل لك ايه كايرادات. بس الاسعار دي تتوافق مع اللي موجود في الانديه بشكل عام في نفس مستوى نادي الزمالك؟ يعني مثلا انا عشان ما اديش برضو وعود ويبقى ده يعني مش لمصلحه النادي، يعني مثلا حلو الكلام وكل حاجة، لكن وأي واحد عايز التكلفة أرخص في الشك وخدمة بسعر أقل، لكن برضو لازم أحافظ على البرستيج بتاعي كنادي وعلى القيمة التسويقية وحجم، يعني حجم عايز أقول الوجه الحقيقي لنادي الزمالك، إن أنا برضو في كاتيجري معين أو في فئة معينة، ما ينفعش الفصل يبقى برقم أقل من اللي شبهي في الأندية. يعني هل ده الرقم المتعارف عليه في الأندية؟ دلوقتي العضويات دي خلاص هي موجودة عضو في نادي الزمالك، هيفصل او هيضم هو عضو. طب والاسعار الفصل ايه في الانديه اللي حواليه؟ انا ما يهمنيش هو دلوقتي عضو نادي الزمالك، انا اتكلم في احافظ على البرستيج بتاع نادي الزمالك فين؟ في اللي جاي. انا في اللي جاي اللي هيبدا متعوق ب 700000 جنيه. يبقى انا اللي جاي هعمل بقى مكان نادي الزمالك. لكن الاعضاء الموجودين اللي تملكوا موجودين وموجودين فعليا، لا انا هخفف عنهم. هخفف عنهم واقدم لهم خدمه الاثنين مع بعض. لكن العضو اللي هيجي جديد مش هجيب اعضاء جديده ب 700000 جنيه، اللي عاوز يجي متعوقبه 220000 جنيه حد ادنى اللي عاوز يروح فرع اكتوبر. دي بدايه العضويات، دي نحافظ بقى على اسم نادي الزمالك، مفيش العضويات اللي هي كانت بتوزع ببلاش دي. هو الكلام الحقيقه يعني مضمون ويمكن مخليك عارف تتحرك في الميزانيه في ناحيه الخدمات او ال 160 مليون بتتكلم فيهم بشكل مريح، لان طول ما انت عازل عنهم الملف الرياضي انت تحس ان انت بقى معاك فائض تقريبا. يعني بدل ما كنت بتصرف 5 مليون هتصرف 105 مليون. انت عندك تقريبا 8 مليون في السنه في الشهر عفوا مرتبات. مرتبات. معرفش داخل فيهم النشاط الرياضي ولا لا، دي ما عنديش معلومه، بس حتى لو داخل فيهم 73% للنشاط الرياضي من ال 8 مليون؟ من ال 8 مليون يعني كمان. اه ده رقم رهيب. دي المعلومات دي حضرتك جايبها اكيد من تفصيله الاجور والمرتبات. يعني 73% للنشاط الرياضي باداراته المختلفه، سله، حمامات، رياضه مائيه، جمباز، يد، 73% من نفقات الاجور والمرتبات. يبقى كخدمات اجتماعيه لا يعني اكتر من تلتين تقريبا. اه 73 يعني عديت داخل على 75%، يعني داخل على الثلاث ارباع. فانت بتتكلم داخل على 6 مليون تقريبا، 5700 مثلا. من 8 مليون بقى 2 مليون. فدول لو خفوا وتحولوا للموظفين بيخدموا الاعضاء فقط، تبقى طبعا انت اولا خفيت الموظفين ونقلت اكتوبر. يعني في افكار، مش كده بقول لك انا مقتنع بفكره بنك الافكار. انا يعني عاجبني لم الافكار بشكل عام، وكمان انه في عماله زايده وهي ساكن قريب من اكتوبر او زايد، انا اخده الاكتوبر وزايد.
طيب خلينا واحنا بنكمل كلامنا كده ناخد على التليفون الاستاذ محمد العوضي احد اعضاء الجمعيه العموميه بنادي الزمالك. استاذ محمد مساء الخير على حضرتك. اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا بحضرتك ومنورنا في نادي الزمالك يا فندم. ده بنور حضرتك يا فندم. اهلا وسهلا بيك. معانا الاستاذ محمد قدري طبعا المرشح على منصب امانه الصندوق في نادي الزمالك، لو حابب تقول له رساله او اي شيء اتفضل. هو مبدئيا بس تصحيح، انا مش عضو الجمعيه العموميه، انا من مشجعي الزمالك المحبين لنادي الزمالك من عايز اقول من يوم ما فتحت عيني على الدنيا. وفي نفس التوقيت انا اعرف الدكتور محمد قدري معرفه شخصيه، ومن الناس اللي انا اشهد لها، يعني اشهد لها حقيقي ان هي عندها خبرتها وعندها كفاءتها، وسعيد بالتشكيله طبعا اللي موجوده كلها في الانتخابات المره دي. اتمنى ان الجمعيه العموميه تختار اختيار كويس. بالنسبه للدكتور محمد طبعا كلنا سمعنا الكلام اللي بيقوله وشفناه، لكن بمعرفتي الشخصيه له بخبرته في المجال فهو من الشخصيات اللي معاه يبقى النادي في ايد امينه حقيقي. تمام اتفضل انا سامع حضرتك. فانا بتمنى ان الجمعيه تشوف البرامج اللي مكتوبه، تشوف الناس بمشاريعها اللي محطوطه وتقرا المشاريع. ما تمناش اطلاقا ان الاختيار يكون بالعواطف. العواطف يعني اساءت لنادي الزمالك كتير جدا، وده كلام حضرتك يا كابتن محمد باستمرار لما كنت بتطلع في البرامج سواء على قناه الزمالك او في القنوات الاخرى، كنت دايما بتتكلم على الموضوعيه وبتتكلم على ان مصلحه الزمالك تبقى هي في المقدمه. احنا عايزين الزمالك يبقى مؤسسه، برضه نفس اللفظ اللي حضرتك بتقوله، عايزين الزمالك يبقى مؤسسه بمعنى الكلمه، مؤسسه بتقدر تصرف على نفسها وتحقق فائض. ما نبقاش قاعدين باستمرار منتظرين ان النادي هيقبض امتى، اللعيبه هتقبض امتى، وعمالين ندور على حد يتعطف على نادي الزمالك، ودي مش قيمته. نادي الزمالك مكان مؤسسي، ولازم الفلوس اللي بتيجي لنادي الزمالك تكون فلوس مخططه لسنين جايه، ابقى عارف مداخيل نادي الزمالك لسنين جايه لقدام. ده هيجي لما احنا كاعضاء جمعيه عموميه او كجمهور نادي الزمالك نبقى شايفين بعينينا ان الاعضاء اللي موجوده في مجلس الاداره عندها برامج تمويليه محترفه، لانه بيدار كمؤسسه ماليه. احنا عندنا نادي الزمالك لازم كلنا نبقى فاهمين ان هو مش بس بيقدم لنا كوره، النادي ده بيصرف مصاريف كتيره جدا، المصاريف دي لازم يكون لها ايراد متنامي باستمرار، يعني في خطه لتنميه الايراد باستمرار. يعني مش ان انا النهارده بتصرف علشان احل ازمه، لا، انا عايز ايراد مستمر معايا لسنوات قادمه. الايراد اللي هيجيني لسنوات قادمه ده عمره ما هيجي الا لما يكون عندي دراسات جدوى واضحه للمشروعات بتاعت نادي الزمالك، استغلال للبراند نفسه، استغلال لكل ما هو اصل ثابت في نادي الزمالك نقدر نجيب منه فلوس. فالدكتور محمد معاه برنامج مكتوب، اتمنى اعضاء الجمعيه العموميه تقراه كويس وتقارن البرامج ببعضها، ويكون الاختيار موضوعي. يعني بمعرفتي للدكتور محمد طبعا انا بزكيه، لكن اللي انا ما اقصدش الدكتور محمد بذاته، انا اقصد ان البرنامج نفسه اللي يتحكم عليه. لو في برنامج افضل يبقى هو اللي يختاره، لكن نتمنى ان الجماهير اسف ان الجمعيه العموميه تقرا البرنامج وهي بتختار. ده كل اللي اقدر اقوله لحضرتك. طبعا رساله حضرتك وضحت، بشكر شكرا جزيلا دكتور محمد العوضي المشجع لنادي الزمالك. يمكن هو الحقيقه اتكلم عن الاختيار ما بقاش بالعواطف، طبعا كلنا الحقيقه بنأيد الفكره دي، يعني مع احترامنا لمدام عواطف بشكل عام، بس احنا الفتره اللي جايه محتاجين فعلا حد يعني يكون جاي يشتغل، لان مفيش مؤسسه حتى لو كشك على فكره هيفضل في حاله عجز، هيدخل خطوه لقدام او هيقدر يمشي خطوه للامام تماما. انت عندك ميزانياتك فيها عجز ولسه فيها كلام جدلي كتير، بس هو على الاقل فرض علينا واقع صعب، فرض علينا واقع فيه عطله، فرض علينا واقع فيه للاسف يعني ما يلقش بنادي الزمالك. انا بقول لحضرتك حتى لو اي مؤسسه صغيره، فترتيب الاوراق من الداخل مهم، مش رفاهيه للي جاي انه يشتغل، عارف اللي موجود، والحقيقه مطلوب منه يعني شغل كتير على الارض. استاذ محمد عايز كمل حاجه تانية في الملف الاجتماعي؟ ما انا هقول لحضرتك بقى، بدل ما احنا الايرادات بقى بتاعه الاعضاء ديت هتوصل معانا في المتوسط باذن الله، في المتوقع ان شاء الله، ما يقرب من 105 ل 115 مليون جنيه. بدل ما كنت بصرف عليهم 5 مليون هصرف عليهم 115 مليون. انا 115 مليون دي وزعتها على 17 خدمه هقدمها للاعضاء. 17 خدمه وفقا لدراسه احتياجاتهم، وفقا لدراسه امكانيه تنفيذها هندسيا وقانونيا وماليا. يعني جبت البند ووزعته على البنود ال 17. هستعرضهم سريعا. اتفضل. اول مشكله بتقابلنا في اعضاء نادي الزمالك ركنه السياره، ما عندناش جراج. فدي كانت مشكله عامه عند جميع الاعضاء. فانا جبت حد هندسيا، استاذ دكتور في كليه هندسه، وبصينا على المكان اللي هو في مدخل نادي الزمالك اللي هو كان بيركنه اللعيبه فيه من فوق اللي هو قدام مجمع الصالات،
وقلنا إمكانية إن إحنا نعمل جراج ثلاث طوابق سفلي تحت ثلاث طوابق، والحمد لله هندسيا مفيش مشاكل. رحنا الحي وسألنا على التراخيص، قالوا مفيش مشاكل داخل النادي، إجراءات التراخيص سهلة قانونيا يعني. تمويله عبارة عن كام؟ 62 مليون جنيه. 62 مليون جنيه دولت هيتجدول مش هاخدهم من أول سنة. إحنا أما نيجي نطرح مناقصة لإنشاء جراج هنبقى حاطين في البند المالي إنه ده نادي الزمالك إمكانياته هيدفع على 4 سنين أو على 5 سنين، واللي الناس تقدم العطاء على الوضع ده. ناس كتير جدا هتقدم، شركات العقارات أما تلاقي عروض بتقدم، والمؤسسات اللي هي الحكومية أو السيادية اللي بتنفذ مشاريع كبرى بياخدوا بالتقسيط على 5 سنين وعشر سنين كمان. فإحنا لو قسمنا 62 اديناه 10 مليون بس في العام الأول، ثم 13 مليون في الأربع أعوام التالية، فإحنا احتاجنا على 10 مليون من 115. يكون برسم للعضو أو لصاحب راكن السيارة؟ لا دي مجانا تماما، لأن أنا عامل لها مصاريف تشغيل، أنا بقى حملت كمصاريف تشغيل. العضو هيخش مصاريف الصيانة بتاعت الجراج سنويا 630 ألف جنيه بالعمالة اللي هتتولى، بصيانة السيستم، بكل حاجة 630 ألف جنيه سنويا. يبقى أنا عامل حاجتين، اللي هتخصم كمصاريف استثمارية في البداية كل سنة، وعامل مصاريف تشغيل سنوية وفقا لعدد العمالة اللي محتاجها، وفقا للمنظفات، وفقا لكذا وفقا لكذا. ده يركن كام عربية ده سؤالك؟ 500 سيارة. نعم، ثلاث طوابق سعة 500 سيارة. الحاجة التانية اللي أعضاء الجمعية والمية عايزينها؟ طبعا في حاجة اسمها القبة السماوية مثلا في عند مكتبة اسكندرية، مركز القباب السماوية أو القباب الفضائية، ده في جمعية اسمها جمعية القباب الفضائية العربية مقرها دبي. أنا رحت وسألتهم على المواصفات المطلوبة لي. ليه أنا بقدم ده؟ أنا عاوز أقدم خدمة ثقافية محترمة، الطفل يروح ياخد ترفيه مع ثقافة. يبقى أنا بعمل قبة سماوية، وعملنا الديزاين بتاعها على شعار نادي الزمالك، يعني هي قبة ولكن هتغلف بشعار. ليها مكان في 35 فدان موجودين في نادي الزمالك؟ لا ده موجودة تبقى كمان في 100 عقبة، في الفرع بتاع 100 عقبة. أنا قصدي ليها مكان في 35 فدان دول؟ قصدي 35 فدان. في مكان حضرتك في القطاع بتاع الناشئين اللي هو على عند أحمد الحمدية الشاذلية. تتكلم لو شلته يعني. إن شاء الله بعد ما يتشال هتيجي على طول، هتخصص قطعة ناحية جامعة الدول كده للقبة السماوية. طب الملعب الرئيسي أو استاد عبد الشافي برجيلة؟ أنا اتكلمت فيه السنة اللي فاتت في البرنامج بتاعي، وانا كنت يعني من اول الناس اللي داعي انه ده يعاد شكله المعماري على شكل يعني يعني يتم الاحتفاظ بيه مع التطوير طبعا واعاده رونقه، بس لحضرتك كمان امام الناشئين لو اتنقلت بس. نعم، تحفه معماريه بحيث ان احنا نخليه نعيد بيه تاريخ زمورة. طب الحاجه الثالثه؟ الحاجه الثالثه الناس كلها برضو اتكلمت فيها السنه اللي فاتت مع البرنامج اللي فات، انه الساده الاعضاء محتاجين خدمات طبيه مجانيه. برضو كل الخدمات اللي انا بقول لحضرتك دي مجانيه كلها، مصاريفها التشغيليه هتيجي من اشتراكات الاعضاء. أنا 150 مليون مثلا تجيب عيادات طبية، وأنا اخترت لها المكان بتاعها اللي يصلح، اللي فوق مسجد مشالي، دكتور مشالي الله يرحمه، المسجد بتاعه فوقيه الدور اللي فوق ده كله ده يصلح لإنشاء 10 عيادات 10 تخصصات. وخدنا برضو الشكل العام، أنا معي ابن عمي برضو طبيب، رحنا وبصينا هناك وعرفنا الشكل إيه والعيادات اللي هتعمل إيه، وقلنا كل عيادة هيبقى فيها 5 استشاريين من أعضاء نادي الزمالك، أنا أستاذ دكتور أو دكتور طبيب عادي في تخصص البطنة، هنختار 5 يبقى عندهم امكانيه ان هم يجوا، هياخدوا مرتب محترم، هياخدوا 15، كل واحد هياخد 15000 جنيه في الشهر، هطلع لهم مرتب 15000، والخمسه لما يجوا بالتناوب هتلاقي في الواحد كل يومين كده هيجي له ساعتين ثلاثه مش اكتر من كده. فخدمه طبيه في 10 تخصصات مجانا للساده الاعضاء ديت، مصاريفها التشغيليه هتبقى 5 مليون و400 الف، ومصاريف انشائها حوالي 25 مليون مقسمه على 5 سنين 5 مليون. دي تواصلت برضه مع احد رجال الاعمال الزمالكاويه، ما رضاش يذكر اسمه، هو قال هم لي مكتب هنا بيفري هيلز شغال في المعدات الطبيه، قال اطرح مناقصه للاجهزه دي شوف اقل سعر هيجي لك كام، انا هاخد منه اقل 15% وهقسط على 5 سنين اللي انت عاوزه. تمام، فكل الحاجات دي ما قلت لحضرتك خدت بيها خطوات اجرائيه. انشاء فرع اكتوبر الناس كلها بتتكلم فيه، الناس كله بيقول لك هطرح بي او تي، اللي بيقول لي اطرح بي او تي بعد اذنك يعني يعيد تفكيره شويه. انت بي او تي بتستغنى عن موارد أصيل عندك، بتدخل معاك شريك في أصولك أنت، ليه أنت بتقول هم نفس الأشخاص بيقولوا هنستخدم البراند بتاع نادي الزمالك، ونفس الأشخاص يقول لك هطرح بالمشاركة، بيقول لك وطبعا الشريك المطور هيجي ياخد النسبة الأكبر، يعني في قطاع العقارات يجي الشريك ياخد 65% وأنا كراجل مالك أرض آخد 35%، ليه؟ أنا تواصلت مع حوالي 11 شركة
لو ينفع اذكر اسمائهم بس طبعا موضوع الشركات، 11 شركه واثنين من البنوك. البنك هيجي او الشركه هتيجي تجهز الحديقه بتاعتها. 11 شركه واثنين 13 حديقه، هي كل واحده فيهم مساحتها نص فدان، هتجهز باللاندسكيب المحترم بالخضره ب جميع اعمال اللاندسكيب. مقابل ايه؟ المفرش هيبقى بتاع الشركه، دعايه اعلانيه، يعني انت بتستخدم نادي الزمالك انه عاوز يعمل دعايه اعلانيه. طب تعالى تعالى اصرف لك 3 مليون على تجهيز الحديقه، جهزها بقى باللاندسكيب بانشاءات بفرش، حط اعلانك سنتين، حط اعلانك، ده انا هاخد منك صيانه سنويا، هجدد لك الاعلان ده سنويا، كل سنه هقول لك مطلوب منك مثلا 200,000 300,000 300,000، ده هيبقى مرتب العامل او يعني اخواتنا العمال اللي بيبقوا موجودين في الحديقه، يبقى انا كده ما كلفتش النادي لا في الانشاء ولا في المستقبل. وشركات كتير تتمنى، زي ما قلت لحضرتك شغال في مكتب مش عارف برضه اقول اسمه، من 2012 كبرى الشركات موجوده بتراجع ضريبيا واستثماريا، بس ممكن تكون محتاجه هدوء بس خالص، ده هم عاوزين، ده هم بيتمنوا هو يعني بدل ما في جو هادي عشان نقدر نعمل معاهم اتفاقيه منضبطه. يعني هم موجودين، وانا قلت لحضرتك يعني انا كان نفسي الدكتور عماد يستقبل الناس دي، يستقبلهم. انا والله لو استقبلهم الدكتور عماد مش هنزل انتخابات، لو تنفذوا دول انا مش نازل انتخابات. طيب عايزين نجري في البيت 17. طيب نجري يبقى عندنا بعد كده التطبيق الالكتروني، دي اهم نقطه. مش احنا اول ملحوظه عندنا في مراقبه الحسابات يقول لك عدم، بيقول ايه اول ملحوظه، معلش انا هقولها بس، اول ملحوظه بيقول ايه فيها؟ لا يوجد لدى نادي نظام رقابه داخلي قوي وفعال قادر على منع واكتشاف اي اخطاء او اختلاسات والمحافظه. يبقى ما عندكش نظام رقابه. مين اللي كاتب الكلام ده؟ تقرير مراقب الحسابات في الميزانيه دي، وده اللي كان مذكور في الميزانيه اللي قبلها، وده اللي كان مذكور في الميزانيه اللي قبلها. يبقى كل سنه بيقول لك انك انت ما عندكش نظام رقابه داخلي يمنع الاختلاسات والسرقه، هو بيقول لك. يبقى المفروض اقل حاجه الاجهزه الرقابيه تفرض على النادي انها يعمل نظام رقابه داخلي. ده اي محاسب، اي نظام محاسبي الرقابه الداخليه موجوده فيه اساسي. فيا جماعه قرانا الميزانيات ولقينا ده بند مش موجود، وده مشكله كبيره. انا تواصلت مع شركه هونج كونج، مش عارف مش قادر اقول الاسماء، بلاش اسامي. شركه شغاله متخصصه في ايه؟ في الديب تك، في التكنولوجيا العميقه، في تقنيات البلوك تشين. بتعمل لنا منصه لنادي الزمالك، ودي انا قلت متبرع بيها من فلوسي الشخصيه، من انا اللي هتبرع بيها كامله. هتطور المنصه. المنصه دي بتعمل ايه؟ تقنيه البلوك تشين في الفاين تك فاينانشال تكنولوجي، كل جنيه هيدخل نادي الزمالك العضو عارفه، العضو هيخش باليوزر نيم والباسبور، عارف دفع مين، دفع اشتراكات ومين ما دفعش، كل جنيه دخل معروف، وكل جنيه صرف معروف، وفي النهايه اللي هتظهر الميزانيات يا يعتمدها يا ما يعتمدهاش. يبقى الشفافيه الماليه الكامله. انا بقول انا متبرع بالنظام ده لنادي الزمالك، نجحت تانية. او ما نجحتش. تمام حلو. الحاجه الثانيه والتطبيق ده يبقى شامل بقى، العضو ياخد منه جميع الخدمات، التصويت الالكتروني، حجز قبل ما يجي من البيت لو معاه مرافق، جميع الاستفسار عن حاجه، جميع الخدمات تبقى موجوده على التطبيق. في بعد كده طبعا تطوير اعمال اللاندسكيب برضو انا متكلم فيها من السنه اللي فاتت، وعامل لها الدراسه بتاعتها. انت عارف اي حد بيسمعنا هيقول لك يا نهار ابيض هتعمل كل ده، طب والتمويل هتجيبه منين؟ ما هو انا اعتقد الفكره الرئيسيه اللي ينبثق منها كل الافكار هي ان انت عايز تعزل قطاع الرياضه كله، ده لو اتعزل هيوفر فلوس. ما عليك ال 115 مليون، انت بتصرف 5 مليون، اما يوصلوا ل 115 مليون هتعمل. انا قايل لحضرتك كل حاجه، وانا يعني وزعت البرنامج على الناس، كل حاجه موجوده. انا بقول لك انا هطور قبه سماويه هيكلفني 55 مليون، شوف انت التكلفه بتاعته هتكلف كده اكتر اقل، واعرف الكلام ده صادق ولا لا هندسيا. حتى لو مش اولويات دلوقتي، بس انت بتتكلم لو بقى في فائض او يعني بقى في سيوله ماليه تقدر توفرها. تمام. الحاجة التانية اللي بعد في حاجات مثلا إدارة للرقابة الصحية وسلامة الغذاء، عندنا مشكلة في الأكل، مشكلة كذا، تبقى في إدارة متخصصة لسلامة الغذاء، كل الأكل سواء أكيد في إدارة متخصصة ولا مفيش جوه النادي؟ لا مفيش إدارة في الهيكل الإداري خالص، مفيش إدارة تختص بالرقابة الصحية، كل مطعم يعني هو كل واحد شغال براحته يجيب براحته ويطبخ، لا ده أي ماتيريالز داخلة عشان تطبخ تبقى تعدي على عملية اختبار صالحة ولا مش صالحة، واثناء الطبخ تبقى في كاميرات بتلقط برضه وتعرف عمليه السوي بتتم. ففي لازم تكون في اداره، في وحده تحليل معمليه في جميع الانديه اللي شفناها المحترمه. اما سافرت لقيت في نادي زورته هناك يعني عندهم وحده معمليه كده فيها ثلاث اربع اجهزه بيسحبوا عينات كل ساعه من حمام السباحه عشان يشوفوا الجراثيم البكتيريا الموجوده فيه. لكن عندنا احنا مثلا بيجي واحد يكب بكلور، هل هو اقل يعني اكتر
ما حدش بيدور حجمه. اما تبقى في اداره مختصه مهمتها تسحب عينه ولو يكن كل 3 4 ساعات في اليوم، هتبقى حاجه كويسه تحافظ بيها على صحه اولادنا. اتفضل. في حاجه ثانيه عايز؟ من ضمن برضو الخدمات، وانا برضو بعت للاعداد، بعت للاعداد معاليك النقطه ديت، انه في خلال دراسه الجدوى بتاعت فرع 6 اكتوبر هيكون على مساحه 7.5 فدان. السبعة ونص فدان دي هينشأ كيان طبي ضخم جدا، وانا بعت الشخص ده كان وزير، رئيس وزير خارجيه تايلاند السابق. بعت الباسبور بتاعه وبعت الدراسه للاعداد. الراجل ده بنعمل له دراسه جدوى للسياحه العلاجيه في مصر عموما، وهناخد 7.5 فدان من ارض نادي 6 اكتوبر هيشارك بيهم نادي الزمالك. هو جاي باستثماراته كامله الماليه، نعمل فيهم زي مكان سياحه علاجيه، سياحه علاجيه كامل، يعني تبقى مؤسسه مستشفى دوليه تتلقى فيها جميع الخدمات الدوليه، وحضرتك عندهم سيستم كامل، وانا بعت للاعداد كل السيستم بتاعهم اللي هيشتغلوا بيه، ودراسه الجدوى شغالين معاها دلوقتي. هيجي شريك نادي الزمالك، نادي الزمالك هيديله 7.5 فدان، وهيبقى شريك معاه في المستشفى والكيان ده. المستشفى ده هيبقى شغال للاعضاء باسعار مخفضه، وشغال للاعيبه بدل ما بيسافروا بره وبيقولوا العلاج، وفي نفس الوقت شغال للجمهور بباب امامي. كده مفهوم الحاجه، بعض الحاجات. خلينا ناخد بعض الاسئله اللي الجمهور او ما بعت لنا من خلال السوشيال ميديا. لو وجه سؤالك للاستاذ محمد ادري المرشح لامانه صندوق نادي الزمالك. عندنا السؤال الاول، امنيه عبد الله، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا بيكي، كل التحيه للكابتن محمد، الف شكر لحضرتك. والسؤال، كيف يتم حل المشاكل والازمات الماليه في حاله اصبحت حضرتك امين صندوق، والافكار والمقترحات التي في ذهن الاستاذ محمد ادري؟ ونسال الله سبحانه وتعالى ان يولي من يصلح نادي الزمالك في هذه الظروف الصعبه، ونتمنى التوفيق للجميع ان شاء الله. المشاكل والازمات هنرد، هناخدهم كلهم مره واحده ونتكلم بعدين. شوف انت عايز تدون اي معلومه او اي ملاحظه اتفضل. لميا حسن، مساء الخير على حضرتك كابتن محمد. سؤالي للدكتور محمد ادري، هل لديك قدره على حل الازمه الماليه التي يمر بها نادي الزمالك، وهي الافكار حضرتك ومخططاتك لانهاء هذه الازمه؟ اعتقد كل تفيد حضرتك. اعتقد احنا في حاجات طبعا ردينا عليها، بس لو في ملاحظه ممكن يعقب الاستاذ محمد ادري. استاذ طارق محمود، مساء الخير عليك كابتن محمد. رسالة الدكتور محمد ادري، ما هدفك من الترشح لمنصب امين الصندوق، وهل قادر على حل الازمه الماليه التي يمر بها النادي في الوقت الحالي؟ كل الدعم والتوفيق لنادينا العظيم. اخر سؤال، سماح عبده، مساء الخير عليك كابتن محمد، اهلا بيكي، تحياتي للدكتور محمد ادري. سؤالي، ممكن تعمل ايه في وقف القيد والازمات اللي بيمر بها نادي الزمالك، وفي موضوع فتوح والصفقات الجديده، وهل عندك قدره على اصلاح النادي من هذا الدمار؟ وبالتوفيق لمن يصلح وتحياتي ليك يا كابتن محمد وكل فريق العمل. الف شكر لحضرتك. اتفضل. طبعا هي كل الاسئله سريعة عشان احنا جاوبنا عليها، بس انا هلخصها. احنا قلنا هنعمل اعاده هيكله. النشاط الرياضي هيمول من خلال شركه الفينشر كابيتال، هتخش معانا بالمليار جنيه، هتحل جميع مشاكل القيد ومشاكل المستحقات الماليه للاعيبه وجميع المستحقات، وتتولى عمليه الاداره السليمه للنشاط الرياضي. رقم 2، النشاط الاجتماعي هفصله عن النشاط الرياضي، وبدل ما كان هيخصص 5 مليون فقط من اشتراكات الاعضاء، هتخصص ال 100% اللي هي تمثل 115 مليون ل 17 خدمه مقدمه في البرنامج الانتخابي. اخر جزء بتاعه المشاكل الضريبيه، المشاكل الضريبيه طبعا احنا عندنا مشاكل، انا بطالب الدوله انها تتدخل فيها. ليه؟ في اخطاء سابقه في عمليه تحصيل القيمه المضافه، يا اما حصلت وما توردتش نادي الزمالك ملزم بيها لانها موجوده في الميزانيه، او ما حصلتش. لم تحصل، يا الجهاز المركزي للمحاسبات كان عاقب الناس اللي ما حصلتهاش، حولهم لاموال عامه وحولهم، يا اما يشوف هم فين، لانه يعني كله ماسك ان القيمه المضافه عند الاعضاء. لا بس دي اتعمل فيها حل جزئي، و50% الدفع، لان انا العلم المعلومه اللي عندي ان هي لم تحصل، فعشان كده اللي عايز يلحق ينتخب كان قدامه لحد يوم 5 اكتوبر يدفع 50% منها والباقي يتجزا. خلاص وقتي للاسف انتهى، بس انا احب تقول في نص دقيقه رسالتك لاعضاء الجمعيه العموميه بشكل عام والجماهير في نص دقيقه. رساله الاعضاء الجمعيه العموميه، يعني حاولوا باذن الله تعالى اقراوا البرامج الانتخابيه، ولازم البرنامج الانتخابي يكون له آلية تطبيق واضحة، لمدة زمنية واضحة، لمصادر تمويل واضحة وصريحة ومنطقية. لو تحقق البرنامج فيه آلية التطبيق والمدة الزمنية ومصادر التمويل، انتخبوا اللي انتوا عاوزينه. يعني دي صوت أمانة، وأتمنى إن كنتوا تنقذوا نادي الزمالك مرة تتدخلوا، يعني وأتمنى إنه عملية التقييم تبقى موضوعية، ملهاش علاقة بأي تكتلات،
ملاش علاقة بأي يعني محسوبيات أو أي علاقة تعارف أو أي، يعني خلوا مصلحة الزمالك هي الأولى ومصلحة الزمالك هي الغالبة، وخلوا عملية التقييم موضوعية. اثنين، أرجوكم رفض الميزانية العمومية، رفض، صوتوا بالرفض، يعني لأن الميزانية العمومية التصويت عليها بالرفض دي أهم من نجاح أي حد. واتمنى التوفيق لنادي الزمالك ان شاء الله. بشكر، شكرا جزيلا استاذ محمد قدري المرشح على منصب مهندس صندوق نادي الزمالك، شرفتنا ونورتنا. ربنا يبارك فيك. طيب بكده وقت حلقتنا انتهى، مستمرين مع حضراتكم في تغطيتنا لكل المرشحين على الثلاث مناصب الرئيسيه في انتخابات نادي الزمالك. ان شاء الله مستمرين في التغطيه. تصبحوا على الف خير.